انا عايزاكي تقولي الحاحة يجيب لي فسيخ من على اول الناس يا من عند ابو حمامه. انت مش عارفينش حماتي؟ مش ابو حمامه تشار؟ اتبطشي بقى يا ولية. ماليش دعوه، انا عايزه فسيخ، لازم اتغذى ورم عظمي عشان داخله قريبا جدا على جوازه. إلهي تبقى خرجتك يا بعيدة، وساعتها أعزم الشارع كله على فسيخ منتشي. أنا مرتاح. فسيخ إيه اللي أنت عايزاه؟ أمي؟ ما ينفعش. أنت ما تعرفيش جوزك بقى إيه دلوقتي، قولي لأمك فهميها. جوزك بقى فنان، بقى نجم. أنت مش مدركة الخطورة اللي أنا فيها. ده أولاً. ثانياً أنا معيش فلوس أجيب فسيخ. ألو؟ ايوه نعيم الحلاق. مين؟ حياه قلبي وروحي في يوم في شهر في سنه تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي انا اطول من الايام. ايه حياتي؟ عاوزه فسيخ؟ هجيب لك احلى فسيخ واحلى بصل. متشكره قوي يا شباب، انا كنت متاكده انك انت الوحيد اللي هتحقق لي امنيتي. ما تنساش البطارخ يا حبيبي، بحبك. هو انا ممكن ابقى نجم؟ مش بعيد يا حاح، مش بعيد. يعني هما النجوم يفيقوا عنك ايه يا حاح؟ لا مش قوي يعني، ما يفرقوش كتير. بس تفتكر؟ طبعا تبقى نجم كبير قوي. والله ممكن. مش حاجه بعيده عن ربنا. طبعا. انت عارف انا لو بقيت نجم هعمل معاك اخر واجب. هتعمل ايه؟ هشغلك معايا. امثل معاك؟ لا تمثل. انت حمار بتعرف تمثل؟ بص انا هشغلك معايا الراجل اللي هو بيلبس الممثلين ده. اللي بيلبسهم اواضي؟ اواضي ايه، هم ناقصين اواضي. اللي بيلبسهم هدومهم اسمه لبيس. لبيس. بس انا عايز امثل معاك يا يا عم. انسى موضوع التمثيل ده، انت عارف انا عامل معاك ايه؟ انت معاك باسبور ولا رخصه؟ معاك باسبور ولا رخصه ولا معاكش الاثنين؟ لا معيش الاثنين. هطلع لك باسبور ورخصه. هطلع لي. عارف ليه؟ عشان تسافر معايا بقى. بجد؟ النجم مسافر، انت مسافر معاه على طول. هتسافر فين؟ المنصوره، دمنهور، دقهليه، كفر الشيخ. يا سلام يا حاح، ده انا نفسي اركب طياره من زمان. هتركب وهتتبسط قوي، بس اهم حاجه المخرج الزفت ده يقوم بالسلام. هو ده الزفت؟ هو ده الزفت. يلا بينا. واول ما الجدع المخرج ده شافني طرح عليا من وسط 200 واحد. حصل يا بلبل؟ حصل. وبصلي كده وقال لي يا سلام يا سلام، كنت فين يا بطل؟ حصل يا بلبل؟ حصل. وقال لي ايه ده؟ ايه ده انت مختفي فين؟ السينما المصرية محتاجة لك يا حاحا. حصل يا بلبل؟ حصل يا نجم. فجأة وطبت علينا البطلة. عارفين مين؟ مين يا برافو، بتقولوا مع بعض عاوزين. الست اللي دايما بتطلع في الافلام دي يا حاحا اللي بيمثلوا كتير، هي مين؟ يا جدع اللي كانت بتمثل معايا النهارده. هو ايه يا حاحا؟ واحنا يعني كنا معاك علشان خاطر نعرف مين دي. طيب عموما تاهت ولقيناها. حد معاه تليفون محمول؟ انتوا هتقعدوا ترقصوا، ده انتوا معفنين. هات يا معلم. أنا هقول لكم مين هي. هكلمها أنا على غيها في التليفون. هي عايشة. لقد نفذ رصيدك. إيه ده يا معلم؟ ده في موزة في التليفون بتقول لك لقد نفذ رصيدكم. إيه حكاية الموزة دي؟ أديك واحد تاني. إيه؟ طلع لك الموزة التانية إيه؟ اتفضل. أوعى يكون في موزة ده؟ لا ده تمام. الو وادي حاحا، وادي حاحا، الحق امك كلت فسيخ واغمى عليها. حاجه ساعه. حاجه ساعه. موجوعه يا حبيبي. سلامتك يا حبيبتي. ايوه تلاقيكي جواكي بتفكري تقولي يا رب تموت عشان اخد الاوضه بتاعتها. ايوه حبيبتي، عايزه اورث منك الاوضه عشان اربي فيها فران. نعيم ما سألش عليا. انت النعيم والهنا
ما اسالش يا ساحه. بس اسكتش، دخلته علينا مأواجة. الهي يا رب رجله تتكسر، ما يوعك خطش بيها. اخص عليك يا نعيم، انا ذاكرني بسيخ مسمم. مسمم؟ يا ريت مسمم وبس حبيبتي. الفسيخ ده متاكل مرتين قبل كده، واللي اكلوه هم في العنبر، هم قدامك مترميين، والباقي في ثلاجه المستشفى. هي وصلت للثلاجه. ايوه عقبالك. انا جيت يا ما جاب الغراب لامه. عايز ايه؟ عايز اسبوع كمان وهجيب ابويا ونيجي نقابل حاح. اسمه الاستاذ حاح. استاذ حاح بأمرت ايه؟ ده صايع. صايع؟ وكمان عايز نديك اسبوع؟ معلش اسبوع واحد، انت عارفه ابويا راجل جزار، يعني مخه عجالي. افهمي بقى يا حبيبه قلب. بقول لك ايه، لو حد عايزني زحلقيه مش طالبه. انا شغاله عند اهلك. الو، ايه يا ماما؟ ايه تيتا؟ طب انا جايه حالا. ايه ده، في ايه؟ في ايه؟ تيتا في المستشفى. لا تيتا في المستشفى. يلا روح لتيتا. يلا حبيبه قلب. مالك يا حبيبتي؟ وايه اللي راميكي على الارض كده؟ عشان مفيش سراير يا اخي. شفتي الزمن الجميل؟ شفتي اثار مصر على الارض؟ اروي عطشك يا عيال. حاجه ساعه يا استاذ، حاجه ساعه، حاجه ساعه. اه انا عايز حاجه ساعه. ماشي. ايوه غزل بنات. انا بحب ده قوي، غزل الصبيان ده. شبيان ايه حاش مجاجي البنات؟ احنا رجالة ما نقولش بنات يا اخي. عادمين. كشري. طب عايز كشري بقى يا حاحة. ماشي. سميد وجبنة. سميد وبيض. بيض يا نسا. بيض يا استاذ. سميد وبيض وجبنة. انا عايز سميد وبيض وجبنة. ماشي. ايه ده ايه ده ايه يا دكتورة؟ في ايه؟ انت بتعدي مطب صناعي لامي. امك يعني ام المطاهر يعني ولا ايه؟ حرام عليكي، ست كبيره ومرميه على الارض، ما ينفعش تتعامل معايا يبقى كده. حضرتك انا عندي سراير وبس، يعني ماليش علاقه باللي مرمي على الارض. كمان انا عندي الغدروف، يعني لو وطيت اكشف على العيان اللي على الارض ظهري يقفش. انا استفيد ايه لو العيان خف وظهري قفش؟ قفش ايه ونيله ايه؟ اذا كان مفيش سراير نجيب لها سراير من ايه؟ من بيوتها؟ انت بتتهجم عليا؟ وبعدين اجري كمل لسانك، وبعدين تعالى اتكلم معايا. ولعلمك اللي انت بتعمله بايدك ده كده تحرش. تحيش؟ انا تحيش بيكي. وبعدين مشكله السراير دي اتس نوت ماي بروبلم، مش مشكله امي خالص. عندك مدير المستشفى، روح اشتكي له. يا بتاع السنين. هروح للمدير اشتكي له. ان شاء الله اروح للوزير كمان، وزير الاسكان نفسه. ايه حاحه، وزير اسكان ايه؟ هو ايه علاقته بالمستشفى؟ ما هو اللي بيبني المستشفيات يا حمار. هيروح له. هي المدافن بتاعتكم فين يا حاح؟ يعني قالوا لك ان مفيش اي سرير فاضي، يعني نو شير. ومع ذلك يا جبروتك دخلت امك غصب عن اي صندي. يعني ايه غصب عن اي صندي؟ يعني غصب عن اي حد. يا دكتور المستشفى دي مستشفى حكومي، يعني ملك الشعب، يعني اي حد من الشعب يعيا لازم يلاقي له سرير يتعالج عليه. حلو دي، يتعالج. الكلام ده في المدينه الفاضله عند افلاطون. عارفه الدكتور افلاطون، وهروح له المدينه الفاضله، وحتى لو كان عزل وراح مدينه السلام. الكشري. تعالى يا بتاع الكشري، تعالى اديني واحد من ابو خمسه. واحد من ابو خمسه. شكرا، خد امسك. ايه دول يا بيه؟ دول 3 جنيه. انا بدفع في ابو خمسه 3 عشان اسيبكم تسرحوا في المستشفى براحتكم، والا اكلم لك المعلم. كلم المعلم. ليش في الشغل؟ انت كده بتاذي نفسك. انت معلم واحنا منك بنتعلم، ناكل وانت موجود وما ندفع ملم. يا معلم ايوه، عايز ياخد مني في ابو خمسه 5 جنيه. على حسابك، ربنا يخليك يا معلم، الف شكر. خد اسم، قول له يحط لي دقه لو سمحت. ايوه يا معلم. حاضر ماشي. يا عيني يا عيني يا معلم. شكرا. فين الدقه؟ الدقه اهي. الف شكر. تعالى هنا، تعالى. فين الثلاثة جنيه؟ نسيت. على حساب المعلم. قلت لي كنا بنقول ايه؟ كنا في اليغمة بتاعت الكشري والحاجات دي. انت ايه طلباتك؟ تاني؟ هقول تاني. انت ايه؟
مفيش هارت هنا خالص ابيض. بقول لك يا سعاده البيه، امي ست كبيره امراض الدنيا كلها اتجمعت وسكنت جوه جسمها، اوديها فين؟ الملاهي. شوف يا استاذ حاحة. حاحة ده اسم ولا التهاب في الزور؟ نعم قصدي ده اسم يعني ولا فعله؟ لا يا بيه انت صادق، مفعول به. طب شوف يا استاذ مفعول به، انت تاخد امك وتروح اي مستشفى فاضيه فيها سرير فاضي، يا اما تدخلها مستشفى استثماري، ده يعني لو انت خايف عليها. ايه استثماري ده؟ استثماري يعني بفلوس، واللي معهوش ما يلزموش. عشان امه تموتوش ويقعد هو يلتموش، وانتوا بالنسبه لكم تبقى كلبه وراحتوش. بالظبطوش. وانا هديلك بالبرطوش. يا خلاص خلاص، مش كلبه، فرخه وراحتوش. ايه؟ بيضه. خلاص بقى اهدي بقى يا ستي. حفت في الفسيخ اكلته حاج. الدكتور قال لك ايه على مامتك؟ قال لامك عيانه. ايه؟ الله اكبر، دكتور شاطر، دكتور شاطر. وايه اللي مخرشمك كده هنا؟ لا اصل انا مسكت المدير زرفته علقه 100 100. باين على وشك بصراحه. واي دكتور، اي دكتور هشوفه معدي هظرفه بالقافه على وشه. مش عايز اسمع القافه، استني. ايه يا دكتوره في ايه؟ مش هتكشفي على امي ولا ايه؟ اكشف على امك؟ دي الفاظ تتقال في مستشفى راقي؟ عيب جدا كده. وبعدين يعني انا قلت لك عندي الغضروف، يعني امك تخف وانا ارقد مكانها؟ امال مين اللي هيكشف عليها؟ فيك من يكتم السر؟ كبير. ده مش تخصصي، انا اصلا مخ واعصاب. طب يا ريت يبعد كده كده وبخ. اعتبر ده تحرش؟ طب هنعمل ايه يا دكتوره؟ اما انت مخ واعصاب. ايه اللي جايبك هنا قسم البطنه؟ فيك من يكتم السر؟ في بير بقى. انا اصلا جايه خدمه لدكتور زميل مزوغ وبيشتغل في مستشفى خصوصي عقبال عندكم. انا كده عرفت الطب باظ ليه. فيك من يكتم السر؟ كتمت كتير قوي، قولي. اديك عرفت الطب باظ ليه؟ يلا يا ست توكلي على الله. دونجول امسك. دونجول؟ مش ده البلطو اللي جايب لي القرف؟ وطول ما انا رايحه جايه تعالي يا دكتوره اكشف يا دكتوره. اجي ام البلطو اهو، ام البلطو اهو، واجي ام السماعه، واجي امك، ام اللي يقعد في المستشفى دي. سلمي لي على امك. عندك ايه يا حاج؟ جعان. حاضر حاضر، اكتب جعان. جعان. تعال نشوف التاني. ماشي. تحب تسمع ايه يا حاج؟ واحنا على الناصيه. عندك ايه يا حاج؟ جعان 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 مرتين. جعان 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 مرتين. وانت يا حاج؟ انا قريب الجعان. قريب الجعان؟ طب كنت هات له اكل. تعال. عندك ايه يا بابا؟ جعان جعان برضه. جعان. اكتب. استنى نشوف الجثه اللي على الارض دي شكلها ميته. عندك ايه يا ابو الحاج؟ جعان. وبعدين يا بولدو كل العيانين جعانين. انا خايف يحاها لا ياكلونا. منين يا بنتي اللحمه دي؟ الواد المضروب في قلبه عدوي سرقها لي من عند ابوك العاده، وكان جاي معايا يا ماما بس جاله تليفون قالوا له امك في المستشفى. ايوه مرميه في العنبر اللي جنبنا اهو متسممه، اكلتش من عند نعيم في سيخ. وانت عرفتي منين؟ ما هو نعيم واخد توكيل النسوان اللي في الحاره. لا نعيم بتاعي انا يسممني انا بس. غاوي انتيكات. ادي حته خياره جعان. خد بصل حلو بينظم الكوليسترول. بقول لك عايز خياره بصل ايه؟ طب خد طماطم حلوه بتنظم المرور. بيت زرفك. اسمعي اللي انا هقول لك عليه. ايه؟ الطلبات بتاعت النهارده. سرير واحد طالب باميه. سرير اتنين طالب مسقعه. سرير تلاته طالب ملوخيه. مدير المستشفى فوق عنده نقرس. اعملوا 2 كيلو لحم عشان نخلص منه. هو شكله ايه مدير المستشفى؟ اقرع ياما اقرع. طب انا عايزه بومبار. كم متر؟ عم ابراهيم كويس؟ الحمد لله. اكتب له خروج. خيوط. هو قريب عم ابراهيم كويس؟ كويس الحمد لله. اكتب له خروج. خيوط. عم سعيد كويس؟ كويس. عم هيثم تمام؟ الحمد لله. اكتب لهم خروج هما الاثنين. خيوك هما الاثنين. والست دي دخول وخروج عشان تبطل اكل. يلا.
هم عندهم ايه؟ كانوا جعانين. إلا عياك يا حياة قلبي. حبك والفسيخ سموني. أنا جايب لك زيارة. إيه؟ جوزين فسيخ، واحدة صاحية والتانية ستبني. إيه؟ حاحة ده ابنك البكري، لازم يبقى عنده كل خطواتك حتى لو كانت خطوات غير بريئة. اخرسي، محدش له كلمة عليا، والقرار قراري أنا، كلامي يمشي على الكبير والصغير. وهتجوز يعني هتجوز. اتجوزي انا خلاص هتجوز وهبطل ابص على البنات وهظبط نفسي وبطل اعطيها اشتغالات. لا بنت حاحه. لا بنت حاحه. لا ليه يابا؟ ولا مليون مرة قلت لك بابا هناك دي في البيت عند امك، هنا تقول لي يا معلم حنفي. بدوي يابا. يا بدوي ماشي. طب يا معلم بدوي بنت حاحة لق ليه؟ اقول لك ليه؟ لان ده واد لابط ولابط ملوش شغل ولا مشغلة وكل يوم يعمل مشاكل. انا بقى ماليش دعوة بابوها، انا ليه البت يابا اللي انا بحبها ورايتها، بحبها يابا، بحبها. عايز احفاد المعلم بدوي الجزار يطلعوا شبه حاحة وعيلة حاحة؟ ده قالة عر قالة. عشان خاطري يابا، عشان خاطري. لا انا ابنك الوحيد. ايه ده؟ وانا ما جبتش غيرك؟ ايوه يابا عشان خاطري. خلاص ماشي افكر. هتفكر ايه يابا؟ انت اصلا ما بتعرفش تفكر غير لما بتاكل كبده، والنهارده ما فيش كبده ولا بكره في كبده. خلاص اصبر عبال ما تيجي الكبده، وبعد كده افكر في موضوع حاحة ده. يعني انت لا فاكر اسمي ولا فاكر اسمك ولا فاكر اسم امي، اشمعنى حاحة اللي معلق معاك؟ حاحة مين يا الواد؟ ابني طلع من المدرسه. ايوه. واد صايع. ايوه. قلت اعلمه صنع. ايوه. راح عند الاستاذ بيليا الميكانيكي مشاه. راح عند الاستاذ احمد النجار عرف ان ابني مشاه، قلت اجيب الورشه هنا. يبقى حلاق ابن حلاق. اديته مشط ومقص ولسه بيحلق للزبون، قام جايب ودنه. في ايه يا عم؟ في ايه؟ انا بحكي لك على اللي عمله الواد. قلت له بقول لك ايه يالا، راس الزبون دي امانه في رقبتنا. ايوه. واحنا بنحلق نحلق بالراحه، واوعى تيجي عند ودنه. قام جايب ودنه الثانيه. يا عم انا بحكي لك. قلت له بقول لك ايه، سيبك من الراس خالص وحنتي في الشنب. ما هو الشنب ده صنعه برضه، يجي خط زي اللي انا عامله، بيحنتي في الشنب، قام جايب مناخيره. في ايه؟ دم ايه؟ دم ايه؟ خد تعالى هنا، دم خد تعالى هنا يا جدع، يا جدع يا خرع، خد تعالى هنا، خد دم ايه ده؟ انت ما عندكش دم. اخيرا يا حبيبه قلبي، اخيرا اقنعته بعد ما طلع عيني وقال له بتاع 3 كيلو كبده. 3 كيلو كبده؟ ده ليه ان شاء الله كل ده؟ ما انت فاهمه بقى، انا ابويا جزار عقبال عندك كده، فمخه صغير بتلو، ما بعرفش يفكر عجالي. انت ناوي تجيب السمين وتيجي امتى ان شاء الله؟ ايه ده، مين السمين ده؟ ابوك طبعا يا حبيبي. ابويا سمين؟ سمين يقابل لك مين وانت عليك حلوين. هنجيب السمين ونيجي يوم الخميس ان شاء الله. ونجيب لكم معانا كده زياره وبمبار وفرشه ونروقكم. امال ايه؟ ونجيب لكم قطع غيار حوانات. قطع غيار حوانات؟ يا اخويا الواحد بيدخل على الواحده كده وبوكيه ورد كده يشرح القلب بعلبه شوكولاته. خلاص هجيب لك بوكيه ورد. بجد؟ واحط لك جواه قطع غيار حوانات. برضه قطع غيار حوانات. هذا اللي يجيبه عامه. انا هحاول اقنع بقى ابويا اليومين دول، ربنا يستر. انت عارف مخه على قده وكمان وبيفهم بعد فتره. ايه ده يا حبيبه قلبي، انت ابوكي برضه مخه عجالي؟ لا بس ابوكي مخه مش عجالي، ابوكي ضاني عشان عنده فرو خروف كده. عدوي. حبيبه قلب عدوي وام عدوي وابو عدوي. خطوه عزيزه يا معلم بدوي. خطوه والسلام. ايه يا عم في ايه؟ لما انت متضايق كده ايه اللي جابك؟ انا ما كنتش عايز اجي من اساسه، انما انت عارف بقى الواد وزنه. ايه الواد قلبه بيوجعه ومش لاقي حد يدلعه؟ لا لا ان شاء الله يا عمي حاحة، باذن الله بنت حضرتك اللي هتدلعه. يعني انتوا جايين طالبين القرب والسحسن البوعد؟ لا 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 لا، دي مش طريق الكلام خالص بقى. هو كده؟ انا ما اعرفش اتكلم غير كده بقى. ثانيه واحده يابا، رايح فين؟ انت شايفه بيقول ايه يابا؟ استهدى بالله، ما بوظش الجواز، استهدى بالله. ودي قاعده يا عم حاحه،
احنا جايين نطلب ايد بنت حضرتك. بالعند بقى اسمعها من ابوك. قول يابا عشان خاطر. قول ايه؟ قول ان انا عايز اتجوز البت. قول. مش قادر، نفسي مش مطوعاني. اعصر على ايده عليك ليمون يابا. قول. لا مش قادر، انا مش قادر اقولها. الله يابا لو قلت هيجيبوا لك كبده. مين؟ كبده مين؟ كبده مين؟ دول عندهم كبد ولا كلاوي؟ دول عالم سحت يابا. لا 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 لا، ده اسلوب زباله وانا لا اقبل بيه بعد كده. لو سمحت اتكلم عادل واحترم نفسك، لان انت راجل قليل ادب، ولما احترمتش نفسك هتردك بره البيت. بيت؟ بيت مين ابو بيت؟ وده بيت ده اللي انت ده ولا عشة الفراخ، خليك قاعد فيه متطرف عليه وعليه. استنى يابا بس. يابا خبط بس. يلا عمي حاحا، ان شاء الله هنبقى نيجي يوم تاني لوحدي عشان اطلب مصباحه، عشان ابويا ده لا يطاق اساسا. يلا امشي ورا ابوك اجري. عدوي قلبه بيوجعه في المصباحه تدلعه. يلا امشي. حاضر. الو. ايوه سعيده معركه. دي بقى ايه؟ تنجة. عارفها. اما ده بقى مسدس. اكيد بشوفه في الافلام. دي بقى مطوه. مطوه حلوه. ودي ايه؟ دي صوابع ديناميت. اسكت لا تنفجر فيك. كل ده ليه يا عم سعيده معركه؟ ده للتثبيت يا ريس. تثبيت بس؟ امال الاكل ايه؟ لا بقى الاكل حاجه تانية بقى. المهم بقى يا ريس ان الراجل بتاعنا اسمه كامل بيه وهبه. مترشح في الانتخابات على الدائره بتاعتنا. عايزينه بقى ينجح. وينجح ليه بقى؟ لانه صارف فلوس قد كده. طب وليه صارف فلوس قد كده؟ عشان يبقى عضو في مجلس الشعب. هو استفاد ايه لما يبقى عضو في مجلس الشعب؟ لا يا صاحبي، من ناحيه مستفيد فهو مستفيد. المهم خد بقى انت ال 1000 جنيه دي. ولما كامل بيه ينجح ليك زيهم. طب هي لجنه الامتحان دي فين؟ لجنه الامتحان بكره في المدرسه اللي خلف المشرحه. صح، خلف المشرحه. طب بقول لك ايه يا عم سعيده معركه؟ ما تاخد دول وتديني دي. رايح فين؟ رايح انتخب. انتخب مين؟ كمل جوه. عد. استنى يابا. اتفضل. ايه يا عم انت سكران ولا ايه؟ رايح فين؟ داخل انتخب. تنتخب مين؟ فؤاد فرغلي. اشمعنى يعني فؤاد فرغلي؟ يا عم انا حر يا عم. لا يا بابا الكلام ده مش عندنا. هتنتخب كامل وهبه اللي هتاخده جيزتين على الماشي. لا كامل وهبه. ماشي. استنى. حلو كده. وكل. طب روح انت. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فؤاد فرغلي المرشح أمام كامل وهبة. أهلا وسهلا. كامل وهبة اداك كام من الآخر؟ من الآخر؟ اداني 1000 جنيه. حلو قوي، أنا هديك 3 بواكي وبعد ما أخش البرلمان لك 7، يعني 10 بواكي مكتفين. 10 بواكي؟ ده إيه الحلاوة دي؟ ده إيه الشيزون العالي ده؟ يا لهوي، ده مولد وصاحبه غايب. خد امسك. ايه التلات بواكي اهو. حلوين حلوين، ربنا يكرمك. مبسوط يا شاطر؟ مبسوط قوي قوي. ادعي لي انجح. ماشي يا يابا. ايه ده يا حاحا ده؟ بص يا حاحا، انا من بكره هروح السجل المدني اطلع بطاقه بلطجي انتخابات. ايه رايك؟ وانا هروح معاك المشوار ده. قشطه. عد معايا. استنى استنى، رايح فين؟ داخل انتخب. انتخب مين؟ كامل بيه وهبه. فؤاد فرغالي وإلا هطير رقبتك. طبعا طبعا فؤاد فرغالي. هو في زيه؟ يلا استنى يا عم الحلو. يا لو ده انت طويل قوي. يلا مالكش دعوه بالفلوس، كان حكمك. هديك 100 جنيه. طيب. ايه يا باشا، نقول مبروك؟ اكتساح اكتساح. اتفضل، دول بقيت حقك. انت راجل محترم، وانت يا ابني ليك 2 كيلو سكر في ذمتي. ربنا يخليك. انا رايح البرلمان، عايزين حاجه؟ لا مع السلامه. السلام عليكم. طمانيه.
انا مع اللي يدفع عم معركه. نعم يا اخويا. طب خد دي. لا بلاش دي، ابوس ايدك. طب خد دي. يعني دي اللي صغيره قوي. اوعى يا حاحا. يا باشا ايه الفلوس اللي في ايدك دي؟ دي فلوس المعلم سعيد معركه. والفلوس اللي في ايدك دي بتاعت مين؟ والنعمه بتاعت حاحا وشغال بلطجي انتخابات. ويا ما قلت له ايه يا حاحا ما يجيش يا ابن الواطيه. هو البوكس فين يا باشا؟ يلا بسرعه عشان راكنين صف تاني. يلا بينا. يلا سمحتي سمحتي. ايه يا حبيبتي؟ كنت عايز اخد رايك في حاجه كده، يعني بما انك اخويا حبيبي يعني وهتساعدني فيها. بصي انا يعني افكارك بتبهرني، بيبهريني كده. ايه رايك نخلي بابا يكمل تعليمه؟ يكمل تعليمه ازاي؟ انت مالك كاني بقولك تعالى نكسر شقه. يكمل تعليمه عادي. ازاي يا بنتي؟ بحيث دماغه كده يعني تتنور ويعرف يتعامل مع الناس. يا بنتي انت بتهزري؟ بعد ما شابه ادوك كتاب ابوكي في السن ده ويتعلم؟ ده مش عايز ينزل يشتغل عشان يصرف علينا. شاب ايه يا ابني وكتاب ايه؟ بابا لسه صغير. اسمع كلامي انت بس واحنا نحاول نقنعه. لا انت مجنونه يا مصباح، انت مجنونه وهتودينا في ده. يا ابوكي لا يمكن يوافق. اسمع كلامي بس. هيوافق؟ اسمع كلامي، انا هبقى على ودني اليمين وانت هتبقى على ودني الشمال. والمثل بيقول ايه؟ الزن على الودان امر من الحبهان. طب يلا نروح ونيجي قبل ابوك ما ينام. طب اتفضلي امشي قدام. تمام. شين فتحة ش. شين فتحة ش. راء فتحة راء. راء فتحة راء. باء فتحة باء. باء فتحة باء. شربة شربة. ايه يا أبلة في ايه؟ آه فتحة آه وباء فتحة آه وشربة. ايه الكلام القديم ده؟ ما كل اللي احنا عارفينه. فين الحاجات الجديدة والعلام الجديد؟ يعني انت بتعرف تقرأ وتكتب؟ على خفيف يعني. بس في ناس هنا كتير ميح لسه ما يعرفوش أي حاجة. وأنا مالي ومال الناس الميح؟ انا عايز انط على كي جي 2 على طول او اروح فصل المتفوقين. هي مدرسه يا ابني؟ ده حيالله فصل المشروع محو الاميه. طب والعمل ايه دلوقتي؟ مفيش عمل، تحضر زي كل الناس الموجوده دي لحد ما تتخرج من الفصل. يلا يا جماعه، الف فتحه ايه؟ الف فتحه ايه؟ كاف فتحه ك. كاف فتحه ك. لام فتحه لام. لام فتحه لام. اكل اكل. انت ما بتقولش معاهم ليه؟ لسه واكل. انت هتهزر؟ اتفضل اطلع بره. ماشي اطلع. يعني ايه يعني؟ خلاص يا عدوي يا ابن بدوي، خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. افهمي بس يا مصباحه حبيبه قلبي، افهمي. انا جاي اقول لك ان امي. امك؟ امك ايه يا ابن امك؟ ما خلاص يا حبيبي، ابوك فركش الجوازه واللي كان كان. ويلا بقى يا حبيبي وريني رشاقه خطوتك احسن تتحسب عليا راجل وتوقف حالي. حالك معايا يا مصباحه، واللي هيفكر يقرب منك هفرتكه وهاكله كبده في قلب الحاره العشوائيه دي. في حاجه؟ لا ما فيش. سنه واحده انت تعرفها؟ لا. تعرفني؟ لا. طب امال ايه انت مال اهلك؟ انكشح من هنا. اشتغل. شفتي؟ شفتي فرجت علينا اللي يشوى واللي ما يشواش ازاي يا حبيبة قلبي؟ يا بنت فهمي بقى يا بنت مصباحة بقى، الكلام اللي أنا هقوله لك ده طالع كده إيه؟ طالع من قلبي، سخن موحوح كده، طالع عسل. عايز إيه يعني؟ عايز شاحن عشان أشحن الموبايل التاشت بتاعي. معاكي؟ ابقى اشحنه عند أمك. أمي ما عندهاش شاحن يا مصباح. طب وأنت هتعمل إيه يا بابا؟ شوف يا ابني، لا حياة مع الحياة ولا يأس مع العمل. دي الحكمة اللي أنا ماشي بيها في حياتي. وطول ما حاحة شكري نفسه في الدنيا ومالي أرجاء الوطن هعمل اللي أنا عايزه. أنت ناوي تعمل إيه بقى؟ هتعلم. أيوة تتعلم إيه يعني؟ يعني هتعلم جمباز يا أختي. هتعلم حاجات زي اللي أنتوا بتتعلموها. عربيات، حسابات، إنجليزيات، رياضيات، فرنسويات. كده بقى أنت اتعلمت لغات. ايه رايكم في المرياله بتاعتي يا جماعه؟ مرياله هايله. والكشتي ده بينور ساعات. كشتي هايل. اوعى يا حاحه، لازم تسمع كلامي وتحطه حلقه في ودنك. اولا
تسمع الأبلة وهي بتشرح وعينك معاها عشان ما يقولوش عليك أهبل. حاضر. وما تشقاش في الفصل ولا تعمل مشاكل عشان ما يقولوش عليك شوارعيجي. حاضر يا ماما. اوعى عينك تزوغ عن أي حاجة تشرحها المس. اغنويني يا ماما. أيوه، وأنت راجع من المدرسة تمشي جنب الرصيف. جايين يا ماما. حد كده ولا كده يقول لك تعالى تعالى معايا ولا يديك حاجة حلوة تاكلها ولا يشربك عصير قول له لأ. خلاص يا ماما بقى، ما تقرفنيش من المدرسة من أولها. وما تنطش من على السور يا ماما. ما تنطش من على السور يا هاها. خلاص بقى كرهت المدرسة. ثانية واحدة، ثانية واحدة. سندوتشاتك يا حبيبي، ها ما تاكلش أكل حد. مصروفك معاك. خلاص يا ماما أنا كرهت المدرسة، اوعي كده شوية. خش يا حبيبي. النهارده 23/1/2017. اسمعوا بقى اللي هقوله النهارده يتحفظ صم عشان اسمعه المره الجايه. انت يا اخ، انت يا ابو شنب اللي قاعد، انت بكلم انا، انت بكلمك انت. انا ابيض. انت جديد معانا في الفصل هنا؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي حاحة شكري. انت متاكد ان انت طالب هنا في المدرسه؟ ايوه يعني لا بصراحه لا. امال انت ايه بقى؟ انا لقيت العيال دول داخلين بالمراية اللي اتعلموا، قلت اخش معاهم وضربت مريالة وجيت. يعني بس انا عايز اتعلم، نفسي اتعلم عشان ارفع راس ولادي. بس ده انا هطين عيشتك. لا خدي بالك، الضرب ممنوع في المدارس. والله الضرب ممنوع؟ ماشي، انا بقى هبلغ فيك البوليس حالا. ايه ده حاحة؟ انت بالذمة مش مكسوف من نفسك؟ زمزمية ومريالة، ايه حاحة اللي انت بتعمله ده؟ ايه يا باشا فيها ايه؟ عايز اتعلم، طالب علم. يا حاحة حرام عليك، يا حاحة حرام عليك. تعرف اللي انت عملته ده ممكن يوديك فين؟ يوديني فين؟ يوديك في 60 داهية. ليه بس يا باشا؟ ليه بس؟ حد يختار يا حاحة، حد يختار اي مدرسة كده ويروح يتعلم فيها؟ لا مش اي مدرسة، دي لمؤاخذة جنب البيت. انا اخترت المدرسة اللي جنب البيت عشان ما تبهدلش في المواصلات وكده. حاحة حرام عليك يا حاحة، انا عندي عيال، والله العظيم عندي عيال عايز اربيهم. حرام عليك يا حاحة، امشي من هنا ووعدني انك ما تجيش تاني. والنبي يعني براءة؟ براءة. طيب اروح بقى الحق الحصة التانية احسن الابلة هتزعل مني. شوفها مرتاحة، انا بفكر في حاجة كده لو عملناها هنكسب منها قرشين زي الفل. حاجة ايه؟ اسمعي الكلام اللي هقولهولك وركزي فيه شوية. مركزة اهو. ولو وافقتي هننفذ من بكرة. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وفي ايه يا بابا؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ زي ما انت شايفه كده بنعمل بيزنس، مشروع تجاري. قلبنا الصاله لمكتب. مكتب ايه؟ مكتب توفيق راسين في الحلال. يا بابا، يا بابا وفقنا احنا الاول، بعد كده وفق راسين في الحلال. يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، انا لما اوفقكم هوفقكم ببلاش، انما الناس اللي هوفقها هتجيب فلوس وتيجي. فهم، يعني انت عامل على كل راس بتيجي المكتب هنا عموله، صح؟ برافو عليكي، برافو. بابا انا خايف على البيت، البيت ده ممكن ينهار والاسره دي ممكن تنهار. وانا حاسه ان البيت ده كله هيتطبق فوق دماغنا بالمكتب. في ايه؟ ليه بتكسروا مقاديفي في كل مشروع اعمله؟ بتحبطوني ليه؟ هو انتوا مش ولادي؟ مش ولادي؟ مش ولادي. برافو، هاي هاي. قولولي بقى في ايه؟ براحتك يا روح الروح، ما حدش يفتح بقه خالص. الشقه شقتي وانا موافقه على المشروع ده. ربنا يخليك ليا يا امه، دايما متقف جنبي في مثل هذه الاشياء. طبعا مش حاحه حبيبه، بس انا عايزه طلب قد كده اهو. اموري يا امه. يعني لو جالك شاب عايز يتجوز طول بعض بحلاوه ووشه مسمسم، انا عايزه اريحك مني. لو عايز تشيبي جوزني له وهيبقى لك الحلاوه. ايها ياما، اولا التيب بتاعك ده انقرض، مش هتلاقي زيه خلاص، طمني. جبتش الحاجه الساقعه والشاي والسكر واللبن؟ لزوم الشغل والبوفيه، شكلنا هنشتغل نار نار. ايش عرفك ان احنا هنشتغل نار نار؟
وانا جايه لقيتش الواد مناديلي واقف مع ناس بيسالوه على المكتب بتاعنا، بيقولوا له جمكتب ايه؟ قال لهم جمكتب جواز. قلت له بقول لك ايه يا ولا، راعيهم نزل لهم الطلبات اللي هم عايزينها بيني وبينك في السر من غير صاحب القهوه ما يعرف، والمكسب بالنص. بيسالوا على مكتب للجواز يا ترى ليه؟ شاي قهوه حاجه ساقعه، شاي قهوه حاجه ساقعه، شاي قهوه حاجه ساقعه. يا رب اللي ياخد شاي لا عدله. مواصفاتك مواصفاتها ايه؟ 90 95 وطالع. لا وطالع؟ انت كده طالع فوق قوي واحتمال ما ترجعش. وده المطلوب. ازاي؟ انا اتجوزها تقعد معايا كام يوم تتكل على الله تموت اورث اخد الفلوس واتجوز اللي انا بحبها. يا سلام على الافكار السافله اللي في المجتمع. حاضر. هنرد عليك بعد 90 95 يوم كده. يا طلب. يا رب. ده جاي يرسم خطه مش يتجوز. اللي بعده. يلا خش تعالي هاتي. شكرا. بسم الله ما شاء الله، هو ده المطلوب، هو ده اللي انا بدور عليه. ده مش عريس، ده صاحب المكتب. صاحب المكتب صاحب صاحبه ماليش دعوه، هو ده اللي انا عايزاه وهو ده اللي فيه كل المواصفات بتاعتي، الطول والشعر والشنب والكرش كل حاجه كل حاجه. حبيبتي للعرضي فقط مش للجواز. مش للجواز ازاي؟ لما ده مش للجواز امال مين اللي يبقى للجواز؟ انا عارف. انا حبيبتي اللي للجواز. يلا انت جاي تشقطي مني ولا ايه؟ يلا حبيبتي اشقطهم. انت عايز مين فينا؟ انت هادي الطلب عايز مين؟ جابوا عيالي. هيبقى ابو عيالي انا كمان. منين انت تشكنيله وانت خلاص فرحان مبسوط؟ ايه في عاجبها يعني؟ اها يلا حبيبتي هاتش خشي. شكرا. بقول لك ايه، انا عاوز اتجوز راجل بتاع 95 من سنه، بس على شرط يكون مالتي مليونير عشان هو يسافر من هنا، قصدي اقول لي يودع من هنا، وانا ايه اتمتع انا وكتكوت يا حبيب قلبي الصغير. انت عندك كتاكيت مزرعه يعني؟ مزرعتي وكتاكيت ايه؟ لا يا حبيبي كتكوتي انا ايه شاب صغنن 25 27 سنه كده، قلت ده يودع من هنا واتمتع انا وهو ونتجوز مع بعض. ايه الافكار السافله اللي ملت المجتمع دي؟ انا مش مصدق نفسي. هادي طلبك وهنبقى نكلمك. خد يا اخويا. سلام. مع السلامه. يا رب بس تلحقي تجيلنا تاني. ان شاء الله. الكتكوت شوف الوليه. اللي بعده. خش. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الفل يا عم حاحه. اهلا وسهلا. طلباتك. عايز عروسه، عايز اتجوز، اشمعنى انا؟ فلوسك. اتفضل يا عم حاحه. 2 كيلو كندوز يستاهلوا بقك. يستاهلوا بقك؟ دي لحمه كلاب يا ابني. ايه مواصفاتك؟ عايز بنت تبقى فورتيكا يا عم حاحه، بنت كده تبقى وتبقى شغاله في محل موبايلات وابوها اسمه حاحه وقاعد قدامي دلوقتي. هتدوخني بقى، يقصد مين ده؟ يكونش يا حاحه، يقصد البت سعديه بت فوزيه اللي ابوها شغال في الفرنيه. لا دي ابوها اسمه عبد التواب. يعني مش حاحه؟ لا تمشي معاك بنت عبد التواب؟ يا عم عايز واحده ابوها اسمه حاحه. حاحه وقاعد قدامي دلوقتي. واجيبه لك من هنا انا في الزحمه دي يا اخي؟ زحمه ايه؟ تصدق ان انا راجل مش تمام ان انا جيت هنا اساسا؟ ده انا لو اتجوزت بنتكم هخلف عيال متخلفه عقليا. ده وقت الراحه بتاعي، وقت القيلوله اللي بستريح فيه. هي مصر كلها عايزه تتجوز. خلاص هجوزكم بس واحد واحد بالدور. النهارده بقى ساعتين يا محاحه. وانا جيت امبارح وقالوا لازم تحجزي. وحجزتي؟ وديت مراتك 150 جنيه. خدتش حاجة. اه يا واطي يا هنبتدي الخنصرة من أولها؟ خدتش حاجة. خدتش حاجة. ماشي. خلاص يبقوا ادخلوا لي واحد واحد إن شاء الله. ازيك يا أستاذ حاحة؟ يا باشا. إيه طلقت وجاي عايز عروسة ولا إيه؟ المكتب ده بتاعك؟ ده شايف مكتب ده معفن، ده ابويا لقاه في صحراء الهرم منذ قرن. ويا ترى بقى معاك ترخيص مزاولة المهنة دي؟ مهنة ايه يا باشا؟ أنا بوفق رصيف في الحلال. وإحنا هنوفق إيدين في الكلبش. تصدق اسم حلو أوي؟ نوفق إيدين في الكلبش. يعني أنت محتاج الفلوس ده أوي يا بابا؟ أوي يا ابني. أصل أنا ماضي شيك على نفسي ب 2500 جنيه. والراجل اللي انا ماضيه شيك هيروح يوديه للنيابه. طب بص. انا هقول لك على مصلحه كده. انا محوش 700 جنيه.
واقدر اكمل لك 1000 جنيه كمان من الكافيه اللي بشتغل فيه بعد الجامعه. طب والباقي يا ابني؟ لا الباقي بقى عليك وعلى مصباحه، دي على قلبها فلوس قد كده. محتاج البق دي؟ ها؟ يالا يالا ده انا ابوك يالا. ربنا يكرمك يا ابني وافرح بيك كده يوم جوازك ان شاء الله. سيدي هل تعرف اللغه الصيني؟ صيني ايه يا عم، ما توحد الله، انا بتكلم عربي بالعافيه. اذا اتي الى المنزل معك لاترجم. تترجم؟ اترجم. تترجم يعني ايه؟ ابقى انا قاعد مع الست بتاعتي وانت قاعد في النص تترجم؟ اترجم فقط. فقط؟ فقط. فقط ولا شدك من ودانك؟ فقط. اوكي ماشي. اذا فلنمضي العقد وناتي بالمأذون. هات يا عم ان شاء الله تجيب مأذين البلد كلها، انا معاك. الله، اول مره انام على سرير نومه مريحه قوي. طب بعد اذنك انت هتفضل مريح كده يعني؟ انا مترجم جاي اقرب وجهات النظر. انا مش عايزك تقرب وجهات النظر، عايزك تقرب المخدات اللي بين. ما ينفعش الكلام ده يا عم، ولا تظروفني بوسه. طيب حالا. خاخا. تين تين. 不行，现在不可以，以后吧，以后还可以。 خاخا بتقول لك بعدين. بعدين؟ طب والله يعني بعد اذنها يعني قفشت ايد، اقفش في ايديها شويه. سهلة. خاخا ليتشاو. 现在不行，以后吧。告诉他以后可以考虑一下，现在不行。 خاخا. بتقول لك بعدين. بعدين برضو. طب بعد اذنك والله ممكن نظرات حب عذري، نظرات عينين من غير اي حاجه خالص. خاخا. تيكا وبيكا ويبا بيتزا دوي شيزا. اها现在不行以后可以考虑以后看看再说吧 اوكي. خاخا بتقول لك بعدين. بعدين. طب هو يعني اسالها كده، هي مكسوفه من مين؟ مكسوفه مني ولا منك؟ اسالها كده. اوكي. خاخا لو تيتيا او هي دوي شيزي او اها ها ها. وبوهايزي. خاخا هي مكسوفه منك انت. من انا؟ ومش مكسوفه من فانيله امك انت؟ يلا بره من هنا. بره فين؟ يلا هات اطلع من ده بره. انا مترجم وجاي اقبض. مترجم بلا زفت، مفيش فلوس. اقبض. يلا بلا قبض بلا كده. انت طيرتني. يلا اخلع. خاخا. سين سين. فو عليك. مارش علي اغلى حبيب، بقول لك لا كده كفايه. مش غني؟ مش غني يا خالتي وبتعملي كده بتفرطحي؟ ها؟ وابنك متجوز عليا واحدة صينية؟ حاحة يتجوز عليا أنا؟ هو هيلاقي زيك فين؟ في جمالك وجبال بجمتك المعفنة. طب يا خالتي يكونش يعني عمل كده زي ما بيقولوا نزلة؟ نزلة السمان؟ لا اللي هي نزوة نزوة. نون النزوة؟ نزوة نزوة. أنا عارفة حاحة ابني كويس، بالفقاكة كده اعتبريه اشترى خلاط كاسيت، يومين وهيبوظ منه ويرجع لأحضانك الدافئة. طب برضه هو عمل كده ليه؟ يعني هو السبب أنتِ أكيد. كل مصيبة منك أنتِ، ما تزعليش يا مرتاحة يا بنتي. ده شكل زوجة ده. ده البيجامة خلاص بقت حتة من جلدك. ما ينفعش. حط احمر حط اخضر اتبرفني، يعني اعتبريني اختك الصغيره وانا القدوه. اعملي زيي، ما انا ما عنديش راجل. لكن انت عندك راجل، المفروض كده تبرقي بربرق ست انثى. انت وشريك معكم في ايه؟ ابوك اتجوز عليا، اتجوز واحده صينيه. صينيه؟ مراكزه منه يعمل ايه؟ ما تقلقش ابوك طفس، هيروح يجيب واحده استلس. كوتاكا الاكل يا كوتاكا.
吃吧，多吃点，多吃点，吃吧，吃吧。这个是中国的大米，多吃点，这个吃了对胃好，吃吧。哎，好，对吧，吃多，对的，对。大米饭吃完了以后对胃特别好，不用减肥，要不然你太胖了还得减肥。طب روح هاتي بقية الأكل ماشي روح هاتي بقية تاني没有别的只有这种没有别的يا ستي مش غرض الغرض يعني ما فيش شوية طشة ملوخية شوية رز بالشعرية 什么都没有今天只有大米饭这里边有盐有味精有花椒什么都有只有这一种没有别的 هو رز بس يعني انتوا حياتكم كلها رز؟ اه اه يعني انا عايش معاكي على الرز 只有这一种没有别的再说吃了这个对身体特别好像你现在太胖了还得要减肥吃这个正好 طب هاتي هاتي اه؟ 这个我这么拿的 طب ليه مش معلقه ليه مش معلقه بتاعتنا 用这个筷子把这个 ليه العذاب ما هو ده عذاب كده اما اخدها الرزايه بالعصايه انا بتعذب انا عايز معلقه 你看你看你看你看 这不就可以了吗对吧这样就可以了 عايز اكل انا عايز اكل انا 啊你吃吧吃吧 اوعى تنسى سندوتش فلافل بالبدنجان خلاص مرتاح سامحيني حقك عليا انا اسف مش هعمل كده تاني لا صينيه ولا فليب بنيه حقك عليا خلاص بقى خلاص اوه اما حته حلم الحمار الحصاوي ده يا ريتني كنت رجعت للحلم تاني ما انا ارجع يا حاح يا حاح انت عمرك ما كان عندك تيشيرتش ولا شورتش ولا ترنج دوري كويس انا كان عندي كشتيين وفانيلتين وترنجين من ايام ما كنت بلعب الكلام ده من زمان قوي جعفه عليه الزمن تلاقيكي بعتهم لبتاع ربابيك يا معفنه يعني لو بعتهم هيجيبوا كام يعني دول كانوا معفنين وريحتهم طالعه تلاقي العيد شكلتهم لاحظي انت كلام الجارح سي بقى يا اخويا يكون شجا ده بتاع جديتها الله يرحمها اوه طب جل عليه القطه يا وليه ده قميص نومك انت اتجننتي خلاص خلي النادي اللي انت بتجربه يجيب لك الهجوم يا وليه وانا رايح اضرب النادي الاهلي ده انا هضرب ساحه شعبيه في حته غلبانه هو انت بتفهم في الكوره ولا بتفهم في التجريب؟ اه الله يرحم زمان اما كنت تعدي تاخديني من الملعب وتانججيني وتوكليني حمص الشام على الكورنيش بس عمري لا شفت لك ماتش ولا لعب كوره خالص اه عشان كنت مركزه في حاجه واحده بس وسامتي ده انا لو بحضر هجوم ابو تريكه مش هبقى محتاسه الحصه دي ابو تريكه مين يا وليه؟ انت بتحضري هدوم مانويل جوزيه المصري الشهير بحاحة التاني عايز الكل يسمعني ويطرطق ودانه ان شاء الله انا هبدا معاكم خطه تدريب جديده نوفي ما اتعملتش قبل كده ومليش دعوه بالمدرب اللي كان قبل مني ربنا يوفقه في موضوع كشري اللي عمله ده المشروع ده ويخبز له فيه لقمه عيش طيبه ان شاء الله شوفوا انا اهم حاجه عندي في اللعيب اللياقه المعدنيه بتاعته اللعيب عندي لازم لياقته المعدنيه تبقى قويه ما هم سموها لياقه معدنيه ليه عشان قويه يعني بياكل كويس سامع بندق عجبني انك بتضرب 9 سندوتشات انت كل يوم ياكل كويس ينام كويس يتمرن كويس ساعتها
هيكون لعيب جامد قوي، وبالذات اخواننا اللي بيلعبوا في اللي في خط اللي ورا ده. الدفاع، الدفاع يا بابا. الدفاع، ما انا عارف يا حمار، بس ما امتحنهم. شوفوا بقى النادي اللي احنا هنلعبه نادي مهم قوي، اسمه مركز شباب السيع. العيال دول خدوا بطولات كتير قوي في الدوري، واساميهم مسجله في كل اقسام البوليس. عايزكم تاخدوا بالكم منهم قوي، وانتوا عارفين خطتنا اللي متفقين عليها، خطه حاحة. كل شيء مباح من اجل المكسب والنجاح. معقوله يا ماما بابا يدرب فريق كوره؟ هو بيعرف يلعب اصلا؟ ابدا يا اختي، ولا عمره حصل. ايه ده، هو ما بيعرفش يا ماما؟ هو بيقول يعني كانوا زمان بيوقفوه كده في الماتشات ورا الجون، بيلم الكور زي العيال اللي بيقفوا في الماتشات، عمري ما شفته بيلعب في ماتش. ايه ده يا بلبل، اللي خطة البيانولا تقع منك على الارض. ما انا تعبت بقى يا معلم بقى، قصدك كوتش. اثبته بالمطوة يا كوتش. لا لا، خليك يا سوستة، احنا محتاجين مجهودك ده كل الماتش. ايه ده يا بلبل، خلينا نكمل المحاضرة. اتفضل. شوف يا اولاد، أهم حاجة عندي قلب الدفاع، والدفاع دايماً بياخد براءة. قولوا لي ليه؟ ليه؟ لأنه بيدافع عن المرمى بتاعه من المهاجم اللي جاي يدخل فيه جون، صح؟ صح. ياخد براءة ولا ما ياخدش؟ ياخد. طيب، أما بقى رأس الحربة، رأس الحربة ده لازم يكون يا إما ببرشم يا إما بياخد حاجة. ده العادي بتاعه يا كوتش، بس ليه بقى؟ عشان جسمه يبقى متل، ما يحسش بالضرب اللي هياكله. افهم بقى، وانتوا عارفين شعار حاحة. شعار حاحة بيقول ايه؟ كل شيء مباح من اجل المكسب والنجاح. طلع المطاوي. والناجح يرفع ايده تهنى في عده وعيده. الناجح يرفع ايده تهنى في عده وعيده. يلا 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 يلا. ده وايه كمان؟ بسم الله ما شاء الله، هيدرب فريق كورة في عيال بتشرب مخدرات وبتشم كله. هريح وز ده طول الليل ما نمشي، يقول لي أنا هجربهم بطريقة 8-1-8. لا 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 لا، بقول لك إيه يا مرتاحة، أنا هجربهم بطريقة 4-2-4. أه والله. لا، ومعتمد على مين بقى في الماتش؟ ديني. حمامة ميسي والواد سوستا. حمامة ميسي؟ ده لسه امبارح قفشينه في الحاره ومديله حته علقه عشان كان بيسرق الغسيل. معنى كده ان الواد حمامه ميسي ده لو فريقه ما كسبش الماتش ممكن يخطف ابوكي؟ طبعا، ويخطفك انت كمان. يخطف مين يا بتش الهبل؟ ده انا اخطفه واخطف عيلته. الميسي قال طب اتمسك. افهموا وركزوا معايا يا اخوانا، ركزوا عشان كل واحد يعرف هيلعب فين ومكانه ايه وهيلبس ايه وهياكل ايه. ماشي ماشي. بصوا، المعروف ان هنا في ايه؟ بغية كوتشي. بس هلا. طيب، هنا في ايه؟ جون. الجون صح؟ آه. لا، انا هخليه هنا. ايه رايكم؟ هيبقى متقدم شويه صح؟ اه. هنا ده ايه؟ بغية كوتشي. ما تقعد يا بلبل بقى. طيب، ده ايه؟ خط النص. خط النص؟ لا، انا هخليه تحت كده. ما تسكت بقى، اسكت بقى. طب انا اسف يا كوتش. ليه بقى؟ ليه؟ تحت عشان يبقى جنب خط الاستواء. عشان درجه الحراره يبقى معتدله. منفرهد. بالظبط. طب ما حدش منكم سالني فين الجون؟ فين؟ ما عنديش جون. الله. الخطه الجديده ما فيهاش جون. دي مفاجاه. ما فيهاش حارس مرمى. حلو قوي جدا. بندق، هتلعب انت في خط المكان الدفاع. ورا، ما تخليش اي واحد يفر منه. هنعوزه على طول. سوستا معاك يا ريس. اي واحد يعدي منك ظروفه مطوه في وشه. الظرف موجود يا ريس. وانت ايوه هتلعب في خط النص. ماشي، بس جايز السنج عشان تسنيك درجه اولى. معايا يا ريس اهي. ايوه كده. وانت؟ ايوه. لا، خليك انت دلوقتي، انا مش عارف اوظفك. وانت؟ انت عارف هتلعب فين؟ لا. انت هتلعب في بيتكو، طالما سرحت مني انت بره. خلاص؟ او يلعب في براخينه. بس طيب خلاص يا اولاد. خلاص يا اولاد؟ خلاص يا كوتش. جاهزين؟ جاهزين يا كوتش. يلا، ربنا معاكم، انطلقوا. بقول لك ايه يا حمامه يا ميسي؟
انا معتمد عليك اعتماد كلي في الماتش بتاع بكره. ما تقلقش يا كوتش، انت معاك حمامه ميسي. وانت قلت لي اسمك ايه؟ عبود يا كوتش. وانت عبود؟ تحت امرك يا كوتش. حراسه المرمى دي مساله مش سهله. انا عارف ان الفريق التاني عنده عيل اسمه علاء مفرمه، الواد ده بيشوط الكوره بترشق في الشبكه عدل. ما تقلقش يا كوتش، علاء مفرمه اتقبض عليه امبارح وخد 15 يوم استمرار. عارف ليه؟ ليه؟ عشان غز المدرب بتاعه. فعل الله ولا فعلك، ابعد عني دلوقتي. يلا اللي عايز يروح يشرب حجرين معسل ماشي، يلف سجارتين ماشي، ياخد له حقنه ماشي، ياخد له اتنين ترامادول ماشي، يسكع ازازتين بيره ماشي، بس اهم حاجه الصحه. وهيصحوا الصبح تقوموا ايه؟ فرنش فرنش. الله يبارك لك يا كوتش. انصراف. مساء الخير يا استاذ حاحا. اهلا يا نعيم، ازيك؟ لا لا ما يصحش، اقعد بقى ما تقرفناش. منصور ان شاء الله في ماتش بكره باذن الله. ربنا يكرمك. تشرب ايه؟ سحلب بالقرفه. هات واحد سحلب بالقرفه، وهات لي انا بليله مناديلي على حساب الاسطى نعيم. ما يضرش، انا من عينيا الاثنين. بقول لك ايه يا استاذ مانويل جوزيه، طلباتكم. طلبات ايه؟ الموضوع اللي انا كنت كلمت حضرتك فيه لما طلبت ايد الست والدتك في الساحه. لسه مصمم على الموضوع ده يا نعيم؟ ما بنامش الليل، قلبي بيدق، عينيها كريز، خدودها تفاح امريكاني، شفايفها موز جاي من جنوب افريقيا. انا بتلخبط، حتى مراتي الثالثه اللي في البيت ما انسى اقولها يا ساحه. طب خلاص، هشور امي واشوف طلباتها واقول لك على طلباتي انا كمان. المشاريب هنا لمده سنه. من العين دي حاحه، ومن العين دي ساحه. عن اذنك، عن اذنك يا استاذ حاحه. فعلا رضا الام والاب اهم من رضا الوالدين. بس يا زفت انت، هتلخبط الاستاذ انور وجدي. ده فيلم دهب بتاع البنت الصغيره بريود. انا اسف يا عم حاح. انتوا عيال، انتوا من هنا من المنطقه؟ ادي الحارة اللي ورانا صح؟ لا، الحارة اللي ورانا سليمان الاصلع. سليمان الاصلع، عباس الاقرع، كله محصل بعضه. بتعملوا ايه هنا؟ اصل احنا جايين نشتغل بعد عن المعلمة. انهي معلمة؟ معلمة بنت سليم سرحان. وانتوا اهاليكوا فين؟ انا ابويا مطلع امي، وانا امي مطلع ابويا. يعني ايه امك مطلع ابوك؟ اصل امي كانت العزمة في ايديها. وانت ايه حكايتك؟ وانت؟ انا ابويا طفش من زمان. وانتوا بتسرقوا ليه؟ ما لقيناش حد يصرف. ولا انا والله لقيت حد يصرف علي. هو حاحا ليه يوكل نفسه
لما يجيب اطفال الشوارع ويربيهم. لا بصراحه يا معلم حاها عداها العيب ان هو يعمل كده. ايوه عداها العيب، بس كان قبل ما يعديه العيب يدفع الحساب اللي عليه. السلام عليكم. السلام. ازيك يا عم انور؟ اهلا. ابويا بيقول لك هات الثمن الثلاثة كيلو لحمه اللي عليه. الله، ايه الحكايه؟ الدنيا طارت ولا ايه؟ انا كنت واخدتهم عشان اعمل بيهم يعني ثواب للناس. طب ما انت قبل ما تعمل ثواب وتعمل خير ما تدفع اللي عليك الاول. طب غور من قدام. حاضر يا معلم، حاضر يا معلم، انا يا معلم، حاضر. كلني ابن الصايعه. يا ولا من قدامك ونونو نونو، يا ولا يا مفجوع. حتى ملح ليه؟ عارفه ان عندي الضغط يا خدش. انت على طول كده مش عاجبك شبيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ها مين جول؟ دول دول اللي كانوا الاكل. يعني انت بتعرفي تغني؟ اه بعرف اغني. وانا كمان بعمل ساحر. ساحر؟ اه. وانت؟ وانا احسن واحد بروس في الدنيا. وانت؟ وانا احسن واحده بغني. وانت؟ عاش مبكر. اه واضح باين عليك. طب ما احنا عايزين نشوف المواهب دي بقى. شيكا بيكا وبلوتيكا ومقالب انتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك برضو يا ويكا. شيكا بيكا شيكا بيكا وبلوتيكا ومقالب انتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك برضو يا ويكا. عشيكا بيكا انا بضحك من قلبي يا جماعة، مع اني روح مني ولاعة، الضحك ده مزيكا، كهربا على ميكانيكا، اضحك عشيكا بيكا. عشيكا بيكا جميلة جميلة يا حبيبتي. ما تقول لي بصراحة يا بابا، أنت مش عايز تجوزني بالتحاحة ليه؟ بص يا ابني، بالآخر كده أنا حاسس إنه وز بنته عليك حاحة ده علشان تتجوزها ونصرف عليهم. لا يا بابا، لا لا، بنت حاحة دي كويسة وأبوها ده راجل طيب ما يعملش كده. مش عرفك إنه راجل طيب؟ دخلت جوه نفسيته يعني؟ يا بنات يا بنات يا بنات، اللي مخلفش بنات مشبعش من الحنية ولا دقش الحلويات، حلوة الأيام في عينيا عشان خلفت بنية، ولا شفت الأرض اتهدت ولا مات الحيط عليا. شفت بقى يابا اللي انت بتقول عليه وازز بنته علينا بيتصرف تصرفات حلوه ازاي؟ بيتصرف ازاي يعني؟ لمم شويه عيال من اطفال الشوارع عنده وملبسهم ومنظفهم ومروقهم اخر روقان. اه بيعمل خير. واهل العيال دول عارفين؟ اهل مين يابا؟ ما لهمش اهل. ماشي يا حاج. بوليس النجدة؟ ايوه يا باشا، انا اللي كلمتكم قبل كده واديتكم ماسك كول. اه انا يا باشا فاعل خير، وعايز ابلغ عن واد حرامي لا مؤاخذه ونصاب بيخطف العيال. ايوه خاطف ثلاث عيال صغيرين كده وزويز في عمر الزهور، بتقله يعني، وبيشغلهم وبيسرحهم وبياخد عرقهم تحت تهديد السلاح. ما تزوقين يا ماما، اوام يا ماما، ما تزوقين يا ماما، اوام يا ماما.
طب يا ماما بعد اذنك، صوتك مع الفسيخ خلاني عايز ارجع، هخش اريح وارجع بوش. خش يا اخويا. مين اصل احنا واكلين فسيخ ورنجه وبصل، وحضرتك عارف الحاجات دي بتخلي الواحد يبقى عايز ينام يعني، بس مش اكتر. اهلا اهلا يا استاذ حاحه. اهلا سعاده الباشا، ازاي حضرتك وازاي المدام والاولاد؟ بخير؟ كله بخير الحمد لله. انت اكلت الرنجه؟ اه. اكلت البصل؟ مفيش حاجه بتستخبى على الحكومه. شربت الشاي يا حاحه؟ لا الشاي لسه الحقيقه. طب تعالى نشرب الشاي سوا في الاسم. لا لا هنشربه هنا. يلا اتنين شاي دبل سكر اقرع على اليمين. سكر اقرع؟ انت هتهزر؟ انت متهم بخطف 4 اطفال صغيرين وكمان بتسلحهم في الشوارع. انا يا باشا؟ انا اخطف اطفال صغيرين واسلحهم في الشوارع؟ الاطفال دول يا سعاده الباشا اطفال شوارع. اه بس انا اللي جبتهم هنا وخليتهم بني ادمين واعتقدوا خلاص ان انا ابوهم، والست الطيبه دي أمهم. سعادة الباشا، ليس الأب من يزفلت أولاده في الشارع ويرميهم، إنما الأب هو الذي يربي أولاده ويسهر على راحتهم. سيدي القاضي. حاحة ده الضابط لسه ما وصلش قاضي. ربنا يكرمه يبقى قاضي. دعاكم معانا. شوف يا سيدي القاضي، إن هذه القضية تحتاج إلى العدالة، تحتاج إلى العدل، تحتاج إلى يا سعادة الباشا أرجوك لا تحرمني من هؤلاء الأطفال، إنهم أولادي، أولادي يا سيدي. الفيلم ده شفته بتاع عمرو راضي اسمه ده من يومين على القهوة، كنت مريح كده. أنا اتأثرت بكلامك يا حاح. الله يخليك يا باشا. مقدر موقفك جدا ولأول مرة بحترمك، بس انت عارف ان انا ضابط بوليس، مهمتي ان انفذ القانون وما خالفوش. صحيح. لا اسف يا حاح، انا مضطر اخد الاولاد. خدوهم. الكرام، نحن الآن في برنامج من غرائب الطبيعة مع عائلة حاحة. هذه السلالة انقرضت ولم يتبقى منها غير هذه العينة، إنها عائلة حاحة. ما هو سر تمسكك بالبيجامة الكستور يا أستاذ حاحة؟ أنا بس ليا تعقيب الأول على حكاية انقرضت دي، إحنا مش قرود يعني، إحنا بني آدمين برضو يعني، انقرضت. وبعدين يا سيدي اقول لك حكايه البيجامه دي، هو موضوع ياخد له 3 ايام شرح، بس انا هوجزه لك يعني على خصولي. جدي كبير، حاحة كبير اللي هو الكبير قوي يعني، كان بقى ايام الانتخابات وانت عارفه اليوفط بتتعلق والقماش وبتاع، راح واخد القماش بتاع اليوفط اللي هو ده، ما هو زمان كان اليوفط كده، وعمل اول بيجامه في التاريخ، أول بيجامة حاحوية في التاريخ، ومن هنا طلعت بيجامة حاحة. صور يا سعيد. سعيد البيجامة دي بس ما تصورش بعيد البيجامة. بيجامة حاحة هتبقى أشهر بيجامة في العالم. واو. بابا مناديلي بيقول إن في ناس أجانب عايزينك. أجانب؟ آه. وعايزيننا أنا؟ آه. عايزين إيه دول؟ طب تحب انزل معاك اترجم لك ولا انام انا عشان عندي جامعه الصبح؟ تترجم لمين يا معفن؟ انا محتاج مترجم. شوف استاذ، احنا اكبر بيوت ازياء في العالم. اهلا وسهلا، انا مؤكرم، شرفتونا. احنا عايزين احتكر بجامعة بتاع انت والعيله والفاميلي كله. تصدق انت راجل قليل الادب، يعني ايه تحتكر البيجامه وتحتكر العيله؟ العيله بتاعتنا كلها جدعان. لا انت مش فاهم، مش احتكر، احتكر. يعني احنا
ناخد ستايل بتاع البيجامه، اللون بتاع البيجامه، الشكل بتاع البيجامه، وادي انت فلوس. ايوه ندي انت فلوس. ايوه بقى هو ده الكلام الحلو، بس برضه مش فاهم قوي يعني. انا فاهم حضرتك. احنا هنعمل بيجامه حاحه دي تبقى واحد مشهور كتير، وهنبيع منه وهيبقى عليه طلب جامد علشان شكله غريب ومفيش حد لابس زيه. احنا فكرنا ناخد اختراع البيجامه ده لما شفنا نجاح بنطلون الجينز لما عملوه مقطع ومحروب، فقلنا مفيش حاجه عفن من بيجامه عيلة حاحة. عفن؟ ايوه عفن. يعني ايه معفنه يعني؟ عفن. ايوه قولي كده. وهنعمل بيها اكبر خط انتاج بيجامه في العالم. احنا بكره هنعمل ديفيليه. ايه توفليت ده؟ ديفيليت ده يعني واحد عرض ازياء. انت جيب بيجامه، جيب العيله كله، هنعمل عرض ازياء، هيبقى فيه كاميرات وفي صحفيين وفي مجازين. في مجانين؟ ايوه مجازين. واحد اتفقنا. داي امو اتي تشيك. دا تشيك ب 100,000 جنيه. بس مش اصرف قبل اسبوع لما يجي التحويل. 100,000 جنيه؟ يا لهوي يما. ده احنا هنغسل بيجامات ويمكن نستحمى كمان. شيك ب 100,000 جنيه. يا نهار ما خطشتش. ايه ده ايه ده، انا مش مصدق نفسي. وريني كده يا بابا. ايوه صح، ادفعوا للسيد حاحا حاحا شكري عبد الشكور شاكر مبلغ وقدره 50,000 جنيه فقط. 50 ايه؟ 100. 100,000 جنيه فقط يا غير. اظن دلوقتي مشاكلنا كلها اتحلت. ادعوا لبجامة ابوكو وبجامة امكو وستكو. انا اللي كنت دايما بقول له وبشجعه انه يلبس البيجامة الكستور المخططة، ولما كان ما يلبسهاش كنت بحرق جلده بالبطاس. ربنا يخليك لنا يا بابا، استحملت كتير قوي عشاننا وعشان البيجامة تعيش. فرتاح يا البيجامة، فرتاح يا البيجامة. بيجامة هيا. دي بيجامة كستور يرجع تاريخها للعصر الحجري، وتم تطويرها في القرن الثالث عشر، ولكن عائلة حاحة استطاعت أن تحمل مسيرة البيجامة الكستور، وتم تداولها بين الأجيال المتعاقبة. دي بيجامة كستور يرجع تاريخها إلى العصر الحجري، وتم تطويرها في القرن الثالث عشر، ولكن مسيرة البيجامة الكستور. والآن مع مصمم الأزياء حاحة الثاني. أظن بقى لما هتصرف الشيك هتيجي على طول وتدفع الحساب اللي عليك. طبعا يا معلم، بس أصل الشيك أنا ظهرته للواد سماح ابني عشان انا معيش بطاقه لا مؤاخذه، وان شاء الله اول ما يصرف الشيك بكره الصبح هجيب لك الفلوس كلها وقتي. ولو عايز ادهن لك كمان القهوه دي وشين ماشي. لا يا عم، ولا وش ولا وشين، انت تيجي تدفع الحساب اللي عليه ونبقى حبايب. ما هم طول عمرنا حبايب يا معلم. كده طب بالاذن بقى انا رايح اجيب شوالين الفحم. روح ان شاء الله تجيب ثلاثه حتى. وادي ال 300 جنيه اللي انت عايزها يا عم حاح. ابوس ايدك يا عم حاح، اول ما تصرف الشيك تردهم لي. انت حوشت العمر. جريت في ايه؟ ده انا هزودهم لك. هديك 50 ايه هيبقوا 350. اعوذ بالله يا عم حاح، انا ما بسلفش من فايز. بس يعني انت لو مصمم يعني مش هتصل لك كلمه. كده مش فايز، كده بايظ. يلا. نزل القهوه كلها مشاريب على حسابي. شكرا يا ناس. وكمان ساعة نزل لهم مشاريب على حسابي. شكرا يا وبعد ساعتين هات لهم عشا على حسابي. شكرا يا وبعد ثلاث ساعات يبقى خدهم حميهم على حسابي. شكرا يا وانا هبقى حاسبك على كل الحاجات دي.
سماحة، جبت الفلوس؟ ايه يا ابني؟ جبت الفلوس ولا عملها لنا مفاجأة ولا ايه؟ سماحة طول عمره بيحب المفاجآت والخجع، فممكن دلوقتي يقول لنا ايه؟ الفلوس اهي، ضحكتش عليكوا، ضحكتش عليكوا. ايه ده؟ وفي ايه؟ يا ابني ما تتكلم، ضاعت منك الفلوس ولا اتسرقت ولا ايه؟ قول يا روح ستك، انا قلبي وقف. يا ابني هو انت بالع بالشامة سكات؟ بابا الشيك ده طلع بدون رصيد، والناس دي مالهمش وجود اساسا. انا شفت الاستاذ سباحه وهو طالع، قلت بس اطلع باخد فلوسي. لا يا معلم، اتفضل تعالى اشرب حاجه. وماله اشرب؟ ما اشربش ليه؟ ده انا حتى ملك الشرب كله. ايوه كلنا هنشرب ان شاء الله. ان شاء الله. صباح الخير يا معاها، فين بقى اللي مالي مالك؟ يا جماعه يا جماعه افتحوا التلفزيون بسرعه، في حاحه مهمه، قصدي في حاجه مهمه. ايه؟ اوعي ياما. ما اجيت. الكلب البيت. مو كتير بيهمني ولا بقى يهمني ابدا. ده مسلسل العشق الممنوع. وانت لازم تاخد قرارك. شوف لابسين بيجامات شنا. انا عملتك ما بقدر. انت شو بتقول؟ بتكسب. مين دول؟ توم وجيري، حتى المفعيص. توم وجيري لابسين البيجامات بتاعتنا؟ يا نهار اسود، الاختراع بتاعنا اتسرق يا اما. انتوا رجاله شويه مزيكا زي اللوز. الله يخليك، الف شكر. انتوا كلكم كده اصحاب؟ احنا قرايب، ده اخويا وده ابن خالتي وده ابن خاله امي. طب الراجل العسل البركه السكره ده؟ ده ابويا صاحب المعلم حسب الله نفسه. صاحب المعلم حسب الله نفسه. تشرب ايه يا بابا؟ اكل شاي بالخمخيه. احلى كوبايه ميه ساقعه لعمك حسب الله من دي. حاضر يا عم حاضر. انا مش حسب الله. حسب الله ده يبقى جد واحد صاحبي. جد واحد صاحبي؟ وده فين دلوقتي؟ دي غير فرعون. ده ماشي من 80 سنة. من 80 سنة؟ طب لا مؤاخذة يا عمي، هي الشغلانة بتاعتكم دي بتكسب؟ والله ده رزق حسب السوق يعني. احنا بنشتغل في الأفراح ماشي، في الجنازات ماشي، في الطهور. أنتوا بتطهروا؟ لا بنطهر أي حاجة، تفهمنيش غلط. احنا بنعمل الحفلة بتاعت الطهور. يعني بتشتغلوا في الحاجات دي؟ السوق مليان. طلع زي اللي انتوا طلعتوها دي بتاخدوا فيها كام؟ والله ده حسب الزبون يعني، في زبون على قد حاله زي الناس اللي احنا بنسفلهم دلوقتي وجبنا لهم العرش بتاعهم. ما خدناش منهم كتير، هم الناس ساكنين هنا في الحاره. خدنا منهم 200 جنيه مثلا. انما انت بتسال ليه؟ اشتغلت الضرايب؟ لا ضرايب ايه؟ اعوذ بالله، اصل انا كنت بلعب مزيكا من زمان. والله فنان يعني؟ فنان. وكنت بتعزف على الاله ايه؟ الآلة اللي تقطع النفس دي، مش عارف اسمها ايه. ترومبا يعني؟ دي عشان يسمعنا حاجة حلوة زي. زي الورطة السوداء دي. ماشي. اسمع. ده تفننت ايه ناوي؟ الله يخليك. بقول لك ايه؟ دي اشتغل معانا. لا اشتغل معاك ولا انا هشتغل لوحدي. واسمع بقى الحته دي كمان. سمعك. ايه
شوف بتشتغل تاتش كمان. أنا بعمل حاجة مهمة، أنا بعمل فرقة حاحا شوف. إيه حاحا شوف دي يا حاحا؟ دي فرقة روسية؟ روسية إيه يا أما؟ حاحا يعني أنا، شوف يعني استعراض. فهمي بقى يا أما. يعني هتعمل إيه فيها؟ هعمل كل حاجة، هعمل أفراح وطهور وأسبوع. ولم فلوس تنزل علينا كده زي الرز واتجوز. ايوه يا اما تتجوزي وازفك، انا الفرقه تزفك. وايه تاني؟ هنشتغل في كل حاجه، فك اعمال، فك عكوسات تلاقينا برضو شغالين، فك نقديه. ايه فك نقديه دي؟ يعني ازاي يعني؟ يعني اي حد رايح شركه صرافه يفك فلوس نظرفه حتتين مزيكا كده يخليه يحس بانتعاش. حياه امك، انا قايمه فك حصري. حصري حصري ولا اخسك يوسف يا اما. حاحا الناحة جوا الناحة. يبقي مين يا دنيا يا حسين يا دنيا؟ بص يا حاحا، دي اخر حتة في الترامز، تؤمني بأي حاجة تاني؟ ربنا يكرمك يا ابويا. بص بقى يا عم حاحا، ادي 200 جنيه اهم يا عم، عايزك تشغلهم لي معاك، بس ما تعملش ده كل مية. عيب يا بولبول، انت هيبقى ليك نسبه في كل توصيله، بالاضافه لان توك توكك ده هيبقى هو اللي بيوصل الفرقه كل يوم. قشطه يابا. طب انا هسيبك دلوقتي عشان عندي ويديه. سلام يا حاحا. الله الله الله، ايه الحكايه يا حاحا؟ الله، مش هتعمل فرقه ولا ايه؟ فرقه يا معلم انور، انا بعمل حاجه اسمها حاحا شو. لغايه دلوقتي اتعاقدت على 6 افراح وثلاث جنازات واتنين طهور واتنين عفش. حاجة حلوة قوي بصراحة. بقول لك ايه بقى؟ ما دام الحكاية كده، ما تجيب الفلوس اللي عليك. تصدق انك راجل نايس. اللي يقول كده يبقى طمعان في اللقمة اللي في ايديا. وانا عشان بطلب حقي ابقى نايس؟ ما هو كلامنا ملوش غير معنى واحد يا معلم انور. انك طمعان فيا. بعد اذنك بقى. خد بالك من الالات دي عبال ما بطلعها فوق. كمان ده حاجه تقرف. ايه الحكايه؟ وانا عشان بطلب حاجه ابقى طمعان فيك؟ اكلني ابن الصيعه. الطبق ده ينفع اقلي لك في بيت طمبرارارم؟ بس يا مرة مسلوقة دلوقتي. برافو عليكم، انتوا كويس، شغالين كويس. عايزين دلوقتي نشتغل بالشكل الجديد، التكنولوجي بتاع المزيكا، النوتة. في تطور في المزيكا دلوقتي، في تدهور. كل واحد فيكم حوزع عليه نوتة للأفراح ونوتة للجنازات. فاكرين الجنازات؟ ادوني كده. We'll be right back.
بص يا حاح، انا عارف انك عندك عزا النهارده بالليل. ودي فيها ايه دي؟ يعني المرحوم في بينه وبيننا مشاكل، يعني فيد واستفيد. مش فاهم. يعني تاخد قرشين وتبوظ الجنازه. انا عمري ما بوظت جنازات، انا طول عمري ببوظ سهور، ابوظ فرح، انما جنازه دي جديده عليا. مفيش حاجه جديده عليك يا عم حاح. طب بص، تاهت ولقيناها. قول يا عم حاح. انا في الجنازه هشغل لك حتة مزيكا فرايحي، هتخلي كل الناس اللي بيعزوا اللي ماشيين ورا الميت هاتك يا رأس وهاتك يا هنج ورنج. بس قول لي ايه اخبار الالمونيا؟ الالمونيا ايه؟ هتستقبل الالمونيا يعني الفلوس، وانا مش هبوظ الجنازة. اشتري كلب. اشتري كلب؟ ده كلب؟ دي كلب. حقيقي ولا لعبة؟ حقيقي اهو. كلبة ست يعني؟ كلبة دي شكلها تعبان يعني. لا دي واكلة وزي الفل ومستحمية يعني. عطشانة يمكن؟ لا تمام. وانت الكلبة دي بتاعتك دي غالية؟ دي بتاعتي. والله؟ مع انك معفن، ازاي بقى عندك كلبة كده؟ معلش، ما هي مستحمية. بكام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه وانا هشتري شاكيرة. طب خد، طب الكلام اخده وعطى. خد، عايز تدفع كام؟ هات اخرك. هات 500 جنيه. سلام عليكم. طب خد، طب الكلام اخده وعطى. خد. خرب بيتك. عايز تدفع كام؟ اديك اللي معايا. هات اللي معايا. اخر فلوس معايا. وريني معاك كام؟ عشان انا حبيتها واستريحت لها. وريني معاك كام؟ 10 جنيه يا عم. حلوين. بس بقول لك ايه؟ اي حد يقول لك اي حاجه قول له لقيتها. لقيتها؟ ما قلتش ان انا اشتريتها منك يعني. لا لقيتها. ماشي حبيبنا. صباح الفل. سلام عليك. تعس. يلا. اشتري كلب؟ يا عم انا ناقصك. عملت ايه؟ كام؟ 10 جنيه. ابعت 5. يلا بينا. مبروك مجالك يا حاحة، يتشربى في عزك، ولا تكونش ناوي تضحي بيه في العيد الكبير وتشبحه. حقا يا مرتاحة، هيبقى طعم مع الملوخية، ألزم الملوخية بالأرانب. انتوا بقيتوا عسل بصراحة بشكل كبير يعني. ده انتوا مش فاهمين حاجة خالص ولا تطاقوا. يلا تعالى يا حبيبتي، تعالى. خشي معايا يا حبيبتو. يعني عليك يا مرتاحة، ما بقاش ليكي لازمة. بقول لكم ايه؟ يكونش بابا جايبه يدربه عشان يبقى حاوي او يشتغل بيه في السيرك مثلا. صدقي ممكن. هاري اب. شفتوا؟ مش قلت لكم؟ اهو السيرك ابتدى. سعادة الباشا، انا جاي علشان ابلغ عن حرامي بيسرق كلاب. كلاب ازاي يا عم بدر؟ ايوه يا باشا كلاب. شفت انا النهارده سارق كلبه وحاططها في شوال وعمال يدور على بتاع ملوخيه. ملوخيه ليه يا عم بدر؟ عشان يعمل الكلبه بالملوخيه. ملوخيه بالكلاب. ملوخيه بالكلاب. ايوه يا باشا. انا هريحك يا عم بدوي. ربنا يريح قلبك. انا ما اقدرش اتصرف في اي حاجه غير لما يجي لي بلاغ بسرقه كلبه. وما جاليش بلاغ. طب يعني اعمل ايه يا باشا؟ انا اللي اعمل ايه دلوقتي؟ طب ماشي، هجيب لك بلاغ بكلبه. هجيب لك بلاغ بكلبه. حاضر. لا مؤاخذة. نعم. نوعها ايه الكلبة دي عشان ابقى عارف؟ روح يا عم بدر وما تعصبنيش. بطلوا بقى اللطافة والزرافة، وتعالوا شوفوا لي اسمها مكتوب على الطوق بتاعها اهو. أنا شفته من شوية تقريبا كده، اسمها سويتي. سوي ايه؟ عفاريتي؟ عفاريتي ايه يا بابا؟ اسمها سويتي. سويتي.
سويت يعني اجنبيه دي. امال فاكرها كلب بلدي يعني ولا ايه؟ مالك كلاب البلدي، تعال طلعها فوق. مالك كلاب البلدي؟ كلاب البلدي ما هي زي الفل، ماليه الشوارع وعماله تاكل وتشرب. بقول لك يا مرتاحه، عشان دي بس نوعيه خاصه، يا ريت تحضري لها شويه ميه ولقمه بسيطه كده تتقود بيها. اجري انا على خدمتك انت وامك وعيالك عشان اخدم كلبه. ايه خدمتك انت وامك؟ توضحي، اعتبريها عيل من عيالك. يا ما جاب الغراب لامه، يا اخويا خش عليا بخروف معزه ارنبه ان شاء الله فرخه نبر بيها عضمنا. ياما انتوا ما تعرفوش حاجه اسمها حقوق الحيوان؟ ابدا ما تعرفوهاش. اعتبرنا حيوانات وارفق بينا احنا. الكلبه دي تطلع بره، مزوا الا تكبر في دماغي ومسلوقه واكلها. ما تنسيش ملابي يا تيتا. كتشكنيله انت وستشك. انت جاي في اي حاجه؟ كلب فار تاكل وخلاص؟ لعلمكم اللي هيجي جنب سويدي دي انا هخسره. انا حاسس ان الكلبه دي هتبقى وش الخير عليا، حبيتها من اول نظره. عيني عليكي يا مرتاحه، يا ما سمعك الاستيوانات دي مرتاحه. انا حبيتك من اول نظره مرتاحه، انا حاسس ان انت هتبقي وش الخير عليا. يا عيني عليكي يا مرتاحه. يا حبيبتي انت كنت الكلبه الاولى، دي الكلبه الثانيه. اوبا يا عسل انت، يا حلو يا جميل، ما تيجي سوا على الكورنيش. انت يا حلو، انت يا ابيض. ايه ده، انت ما عندكش اخوات بنات؟ مش انتي، انا بعكس الكلبه القمر دي. يلا يا منحرفه، يلا قدامي مرك على حاحة. حتى الكلب جايبه انتايا، كنتوا جيبوا دكر. الو، ايوه يا الظابط. ايه مال صوتي؟ لا مؤاخذه انا بغيره عشان ما حدش يعرفني. انا عايز ابلغ عن واحد حرامي سرق كلبتي. لا مؤاخذه، هو طويل كده واسمراني وله شنب، اسمه حاحة يا باشا. شرفني باسمه. ايه ده حاحة يا باشا؟ زعيم عصابه كبيره قوي، زعيم عصابه حاحة. حاحة الكبرى. اجل باسم، لازم اجي يعني واعمل البلاغ بنفسي؟ طب يا باشا ممكن لا مؤاخذه يعني تديني عنوان الاسم، ولا اقول لحضرتك ابعت لي بوكس دليفري؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ مهرجان القراءة للجميع ولا ايه؟ ابو ادنى صحابي. طالع يا مناديل عم حاح عمر. شوية شاي حلوين كده في الخمسين او حجر معسل. طب الحساب. واد يا سماحة، سماحة مصباحة، بنت مصباحة، تعالوا. ايه يا بابا؟ بصوا اوام خير. في ايه؟ مش دي صورة الكلبة السويدي بتاعتنا؟ هي. طب مكتوب ايه تحتيها؟ قولي لي اوام اقري. 20,000 جنيه مكافأة لمن يعثر عليها. مبروك عليك ال20,000 يا ابو سماحة. يا حبيبتي يا سويدي، طول عمري اقول انك وش السعد عليا، والله حبيتك من اول نظره. اختي برضو مرتاحه تحلى ولو كانت واحلى. وبعدين هي جابت لك 20,000، انا جبت لك 3 عيال زي الفل وضغط وسكر. انت نسيت الشلل الرعاش؟
كانت مبسوطة قوي معانا والله. يا حبيبتي كلت أحسن أكل. طب شربت مية معدنية والله من الكشك اللي جنبنا. واستحمت؟ استحمت بشامبو إيه؟ مش عارف، أنا أشك في دي لأن أنا نفسي ما بستحماش. حبيبتي 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 يا روحي. وحشتك حضرتك صح؟ أوي. طب بالنسبة للمكافأة، طب بص حضرتك، أنا هاخد سويتي حبيبتي أكلها وأدلعها وألعبها وأحميها. أوكي بس المكافأة، في مكافأة. أوكي هبعت لك الفلوس، هبعتها لك. أوكي المكافأة. أوكي حبيبتي يا رب. فين تيان؟ شي جونجوا؟ دي دونجوا؟ مش عايز دونجوا، عايز فلوس. فلوس؟ اسمها دونجوا؟ دونجوا. يا ستي متشكرين قوي، ألف شكر. متشكرين. موبايل؟ في تليفون؟ موبايل؟ أنا بتاعي؟ زيرو مية؟ خمسة خمسة؟ خمسة خمسة؟ ستة واحد؟ ستة واحد؟ تمانية؟ واحد؟ تسعة؟ تسعة. أوكي؟ أوكي. بونج بونج زيس؟ يانغ يونغ، ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو. الو يا مدام، خير؟ في حاجه؟ هتزودي المكافاه؟ ربنا يكرمك يا سيد الكل. إله يا رب يدع لي كل يوم كلب واجيبهولك إن شاء الله. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا يا فندم، أنا جيت أهو معايا المكافأة دي، فين بقى المكافأة التانية؟ لا، ما أنت أديني بقى المكافأة دي عشان أديك المكافأة الأكبر. شكلك عايزة تديها لي بالدولارات. صح. اتفضلي حضرتك، اتفضلي. اتفضل بره. يعني إيه ليه طيب؟ أولا الكلبة الجريفون الكلاسي الشيك بقت كلبة بلدي. لا حول ولا قوة. الكلبة مش طايقة، سويتي حبيبتي مش طايقة إنها تاكل الأكل المستورد اللي أنا جايباهولها من بره. لا إله إلا الله. وثالثا الكلبة بقى بتعمل بيبي في كل حتة في البيت. الله يقرفها. دي بقت عاملة زي كلاب الشوارع، حاجة مقرفة. لا إله إلا الله. ورابعا بقى وده الأهم. أيوة يا فندم. سويتي حامل. والله العظيم بجيت جنبها. بجد انا يا بلبل الناس دول هيقفشوني مليايه؟ ايوه يا حاحة، بس هيتخشي منهم 10% عموله الايجنسي. طيب وهم هيجوا امتى؟ من نجمه تلاقي الممثلين عندك. طيب معلش انا هسال كتير عشان مبسوط يعني. ماشي. هم اختاروا شقتي ليه؟ اصلهم هيصوروا في الحايه، والمنتج بدل ما ياجر كيفان قال لي نقي لي اوسخ شقه في الحايه عشان شعرها يبقى حنين. لاحظ ان كلامك جارح. ويعني ايه يعني ايه كرفان ده يا بلبل؟ الكيفان ده يا سيدي عباره عن شقه متحركه بتجيرها عربيه. زي الفيلم بتاع كراكون في الشارع. لا يا حاحه، التاني كان بيجيرها حمار، دي بيجيرها عربيه عشان الممثلين المشهورين يغيروا هدومهم. طيب وهم هيصوروا في الحاره ايه؟ ايش عرفني يا حاحه، هم قالوا لي هنصور في الحايه وتشوف لنا شقه وسخه اوسخ شقه في الحايه عشان الممثلين يغيروا هدومهم ويعملوا مونتاج في وشهم. خلاص بقى كرهتني في شقتي. كل شوية شقة وسخة، كل شوية شقة وسخة. خلص بقى يا حاحة بقى. معقولة ياما؟ عايزين ننزل في نصاص الليالي، أجيب لك صبغة شعر. ماليش دعوة، ماليش دعوة، عايزة صبغة شعر. طب قولي لي بس عايزاها ليه؟ بكرة بتوع التمثيل جايين يا حاحة، وأنا يعني عايزاها عشان أصبغ شعري الأبيض. ما ينفعش اقابلهم بالباروكه دي، بقت خشنه اخشى من الليفه نفسها. وعايزه ابان يعني حلوه قدامهم. افرض مثلا المخرج اعجب بيا، هيديني دور واحده عندها 17 سنه. لكن لو شاف شعري الابيض ده العره، هيديني دور واحده في سني عندها 30. 30؟ ياما ده انا ابنك وعندي 40 سنة. اخرس، انا مش راضي عليك. لا ياما، لا ياما بلاش، والنبي رضا الاب والام اهم من رضا الوالدين. بالذمة دي حوالي باريس دي؟ هي نحتاية وحنطلع. على رأيك. اكشن. بحبك 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 ومش قادر اوصف لك حبي قد ايه. مش قادر. حسن انا كمان بحبك قوي قوي يا حسن، بس بصراحه مش قادره انسى خيانتك ليا.
انا بحب الاوفر، عايزك اوفر، عايز احساس. فاهم يا استاذ؟ حاضر. احساس اوفر، بحب الاوفر يا اخي. باين. ايه ده؟ كافر؟ ايوه يا استاذ. مشت مرايه مقص. امسك. عمر. انت خنتني وعرفت ان انت خنتني مع هبه ومديحه وجمالات. جمالات مين؟ هعرفك عليها النهارده. يا ريت بسرعه. يا اخي حرام عليك يا اخي، انا بحب الاوفر يا اخي. اتفضل. انت الاوفر يا اخي. اهو يلا يلا. بحبك بحبك بحبك. انا كمان بحبك قوي يا حسن. بس مش قادره انسى خيانتك ليا البشعه. مساء الخير. مين الحمار اللي دخل ده؟ اتكلم بقى. ايوه انت اللي لابس اصفر يا اللي بيقلع ابو نضاره. ده سيدنا انا بقى. يا اهلا يا اهلا، اتفضلي يا ست الكل. نويك يا ست الكل، نوي نوي حينا. واو ايه شقه دي؟ انا مبسوطه قوي، مش قادره اصدق عليا. ميرسي ان انت جبتني هنا. اي خدمه اي خدمه. لو سمحت ممكن اسالك سؤال؟ ايه الكراسي دي؟ ليه عامله كده؟ دي كراسي من عظم الميتين. عظم ابويا وجدادي وبتاع، لما اوعى منها كراسي. انت اشباح، انت جايبني هنا ازاي؟ يعني دي شقه حلوه. لا بس حلوه قوي، تحفه بجد. سؤال تاني معلش، دي ايه دي؟ ده الميكروويف بتاعنا، بنعمل فيه بطاطس وكفته وبتاع. واو واو تحفه بجد، مش قادره اصدق عليا قد ايه جميل. حلوه قوي. انت عارفه الكرسي اللي قاعد عليه ده؟ اها. ده القفص الصدري بتاع ابويا. الحقني. لا يا بتخافيش بتخافيش. عادي يعني؟ عادي عادي جدا. طيب المحرك كان بيدور على حاجه زي كده. اها. ممكن تديني التليفون بتاعك اكلمه؟ حاضر حاضر. يا ما تتشليش. ليه يعني؟ مجد مجد. حاضر. اه مجد. اه ميسي. ممكن اخد ده معايا تذكار؟ اه ايوه ايوه ده ب 15 قرش. حلوه قوي. هات وحط في الدرع في البيت. حلوة قوي. في ايه؟ فايبيشن فايبيشن. يا لهوي. طب هات. خدي. ألو. أيوة يا أستاذ. أنا لقيت الشقة المعفنة الحقيرة اللي أنت بتدور عليها والله. إيه ده إيه ده إيه ده؟ لاحظي إن كلامك جارح. وبعدين هاتي الهدية دي مش تاخديها. معلش خليها. ده سماح ابني مرجع فيها الصبح. اكبر عبقري في المكان. مكان الزباله دي؟ شيل الزباله دي غيرها. قصدك الانتريه؟ انتريه؟ انتريه؟ ده انتبيوتك يا اخي. هو الراجل ده متقنعر كده ليه يا عم؟ ده الاستاذ الامام حسن ما كانش متقنعر كده. يا حاح الله يخيب بيتك، ده المخرج. يا عم مخرج يتكلم بادب. يتكلم بادب. ده الاستاذ الفقار عز الدين عمره ما كلم حد بقلة ادب. خد ده. مين النقل ده؟ نقية ايه؟ ده هاها صاحب الشقة. شقة؟ ايوه. ده كشك بالشقة. تعالى. نعم. لو متضايق نغيره. في مخرج حلو قوي اسمه لبيب رائد، نروح نجيبه على طول. يا خيابي لبيب يائد؟ اه. لبيب يائد غالي قوي. يا عم هيعمل معانا واجب ما تقلقش. يا سلام. هتغير المخرج كمان. بص عدوك ابن كارك كبيره كليته. نعم. غير الشقه دي. غير الشقه ايه؟ الشقه دي احنا جايبينها ببلاش. ببلاش؟ ايوه. حلو جميله. فين النجمه بتاعتنا؟ بتغير هدومها يا عبقري. ايوه استاذ انا جاهزه اهو، يلا نصور. تمام. يلا يا حاح. عشان تمثل. ايه؟ مفيش غيره ده. يا استاذ ده احنا جايبينه ببلاش. جميل. أه؟ حلو. ايوه تمام. بص يا استاذه. ايوه. خش عليا. انت هتبصي للصوره دي بكل قوه. اوفر اوفر على الصوره.
وتقولي لي الكلام اللي في سيناريو. انت كل كلمه تقول ليكي حق، ليكي حق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكي ليكي حق، ليكي حق. كده كان جزيل أحسن. يا معفن يا حيوان، ليكي حق. يا أوسخ إنسان، ليكي حق. ستوب. إيه اللي حصل دي؟ دم يا عم، مالك في إيه؟ أمك. نعم يا أم. اخس عليك، عمالة تشتم في أبوك وأنت واقف، وكمان تقول لها ليكي حق. ده أبوك يا موكوس، يا ابن الموكوسة. ماشي صح، ليكي حق يا أم، أنا هتصرف. بقول لك إيه بس يا أختي، عشان أمي ما تزعلش، أنت تبص للصورة وتقول له بحبك يا عم أبو حاح. إيه الكلام ده؟ حرام عليك يا أخي، أنت هتخرج. وإيه يعني؟ هي كيميا يعني نخرج؟ اشتمي وقول يا معفن يا حيوان يا عوسك إنسان. لا بقى، لا بقى، أنا ما حدش يشتم أبويا خالص. حاحا ده تمثيل يا حبيبي. حتى لو تمثيل ابويا ما يشتمش. يا ابني ده انت هتبقى نجم، ده انت هتغلب كريم عبد العزيز. لا يا عم، لا كريم ولا ابراهيم، مش عايز. استاذ سوري، عايزه الكوافير. كوافير يا ابني. انا جاهزه. جاهزه؟ حرام عليك، ودي فلوس ناس. بقول لك ايه، انا عايز الجدع ده. ايه؟ عايز الجدع ده. ليه؟ اشمعنى ايه؟ انا جيته يعمل لي هنا كده. طب انت بقيت تكد يا اخويا. يلا تعالى. خش يا اخويا، خش. بس كتر خيرك. جاهز يا استاذ؟ ايوه. جاهز يا نجم؟ ايوه. وحش يا عم. وقف يا ابني التصوير. في ايه تاني؟ في ايه يا سعادة الباشا؟ في ايه يا سعادة الباشا؟ انت يجي من وراك خير يا صحاحة؟ هو في ايه بس يا سعادة الباشا؟ لا مؤاخذة، انا نسيت اعرفكم. الست نرمين ماهر، النجمة المعروفة. اوه، الظابط اللي بيجي يقبض عليا في كل حلقة. اهلا 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 استاذة نرمين. اهلا، ازيك؟ شوفي اتحول ازاي؟ انا متابع جيد لكل اعمالك، اخرها جبل الحلال. برافو جدا. كنت اجيب زمايلي نقعد نفطر على مشقتك. والله انا عملته مع النجم محمود عبد العزيز. اوه طبعا. طبعا انت عارف انا جاي لك ليه يا صحاحة؟ والله ما عارف حاجة يا بيه. مش عارف حاجة؟ انت متهم بسرقة تيار كهربي. تيار كهربي ايه؟ انا مش انا بتوع التصوير هم اللي بيسرقوا التيار الكهربي. لا يا باشا، الوصله جايه من عمود الشارع لحد شقتك، يبقى انت اللي سارق التيار الكهربي. بص يا باشا، انا اتعودت خلاص انك كل حلقه تيجي تاخدني. يلا بينا. يلا حصلت. ثانك يو. مع السلامه يا حاج. هجيلك بكره. حاضر. ايه مخرج يا مخ مخ؟ ينفع اعمل ايه سبب المراقبه؟ ايه؟ ينفع تمثلي عجوز امرأة موت امرأة؟ الو، مستشفى المجانين؟ في اتنين هربوا من عندك. العنوان، العنوان لو سمحتي. شقة حاحة الدور الثاني. شقة حاحة الدور الثاني. الو، ايوه يا زمن، عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ ها؟ فتحت القناة؟ قناة فضائية؟ يا راجل، وبتذيع فين دي؟ عالنت؟ طب يا زومل، ألف مبروك يا حبيبي، ألف مبروك يا حبيبي. سلام. يلا سلام 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 سلام. 40 سلام 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 سلام. ما خلاص، إيه موضوع القناة الفضائية دي؟ قناة فضائية كده أصحابي عاملينها جديدة عالنت. بتكسب إزاي يعني القناة دي؟ بتكسب عن طريق الإعلانات. الإعلانات؟ صحيح، في ناس كتير بتحب الشهرة ويطلعوا في التلفزيون وكده. طب احنا لو عملنا موضوع القناة الفضائية ده نكسب منها كتير؟ نكسب منها كتير. طب ولا مؤاخذة مفيش كاميرات، هنصور ازاي؟ أنا لسه قابض بقى، اشتريت موبايل جديد هنصورها بيه. شكلك سرقه يا حرامي يا ابن الكلب.
يلا يا بابا جاهز؟ اه 3 2 1 اكشن. سيداتي انساتي اعزائي الساده المشاهدين، اهلا بيكم في قناه حاحة الفضائيه. خش علينا شويه. خش الاول احب اديكم فكره على القناه دي بتعمل ايه. القناه دي بصلاته على النبي بتخش في كل حاجه، مطبخ ماشي، طبيخ ماشي، غسيل ماشي، شوكتو في السياسه ماشي، ملاعب ورياضه ماشي، كله ماشي عندنا بصلاته على النبي. بنقدم لك حاجات حلوه قوي هتعجبك. اوعى تروح اي حته انت مع قناه حاحة الفضائيه التي ستصل باذن الله الى العالميه وتبقى قناه حاحة العالميه. كات. هايل يا بابا، ايه الحلاوه دي؟ ده انت ولا اسمه ايه ده في زمانه. بس يا هبل، اسمه ايه ده ايه؟ قولوا لي عملتوا ايه في الاعلانات؟ المعلم بدوي معانا يا ريس. قطيعه على المعلم بدوي. ومعانا كمان عم نعيم الحلاق، وعم زين اللي انا شغاله عنده في محل الموبايلات، ومعانا الدكتور تربه صاحب الاجزخانه، وام حنان بتاعه الفجل. وهتدفع ايه ام حنان بتاعه الفجل دي؟ تدفع ايه؟ كل يوم هتدينا حزمتين فجل. وده ينفع الكلام ده؟ طب وبالنسبه للزفت نعيم وزين؟ بص يا ريس، احنا اتفقنا معاهم على النص دقيقه بمياه زي ما انت امرت. النص دقيقه بمياه؟ اه ماشي. طب وجهزتوا كام اعلان؟ كله تمام، ما تقلقش، خلصنا 3 وفاضل لنا 2 بس. حلو قوي. طب يلا خش على امك مرتاحه، قولي لها ده ميعاد مطبخ حاحة، احنا هنطلع على الهوا دلوقتي. يلا ما تودينيش في داهيه يا اولاد الكلب. يلا اصدقائي النسوان، حبايبي الرجال، اطفائيتي الاطفال، النهارده جه ميعادكم مع مطبخ حاحة. والمطبخ بتاعنا النهارده سهل وجميل، مش زي بقيه المطابخ التانيه اللي الشيف من جول يطلع يطلب كده حاجات غريبه وحاجات معقده. اعوذ بالله، انا طلباتي سهله وجميله واكلتنا طعمه. اكلتنا النهارده الملوخيه، المقادير حزمه ملوخيه، لو عايزه تشكليها خضرة، عايزه تشكليها ناشفه، كوبايه ولا كوبايتين. بالنسبه للتوابل، ملح وكمون وكزبره، الحاجات اللي في البيت يعني. التوم بقى، لو ما عندكيش راس توم مدي ايدك في بلكونه جارتك جنب الماسوره بتاعت المجاري، هتلاقيها معلقه التوم، مدي ايدك خدي راس توم وقشري. عارفين التوم ده ليه؟ عشان اهم حاجه في الاكله الا وهي الطشه، واهم حاجه في الملوخيه الشهقه. معايا؟ حاحة، فين الإعلان بتاعي يا حاحة؟ دول يا مصباح، أنت عارف الشعر؟ الشعر الواحد واخد مني 13 جنيه. 13 جنيه على القصيدة دي؟ اه. أنا نعيم الحلاق، حلاق حلاق، واضربولي أخلاق، أخلاق أخلاق. أنا نعيم الحلاق، حلاق حلاق، واضربولي أخلاق، أخلاق أخلاق. وعليا قصة، حدوتة قصة، وعليا قصة، حدوتة قصة، بحلق كابوريا ودماغي عالية، شعر ودقن وجن خطير، فيه فيه فيه. أنا نعيم الحلاق، حلاق حلاق، نعيما. وانا حاحة. فين الاعلان بتاعي؟ لو صبر القاتل على المقتول كان عمل معاه حاجات كويسه يعني. اديني جيت لك بنفسي اهو. اتفضل يا عم، ادي اغنيتك سمعها لنا. ده موبايلي ده. يلا. موبايل وده، شوف نوع الموبايل ده اللي شاغل عقلي ده، شوف نوع الموبايل ده اللي شاغل عقلي ده، ايه النوع العالي ده اللي يرن لوحده ده 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 موبايلي ده. مع موبايل زين هتوفي الدين مرتين. انا نعيم الحلاق، حلاق حلاق، نعيم الحلاق، حلاق حلاق. هات يا اخي، انت ايه اللي دخلك اعلاني؟ يا عم انتوا داخلين الاعلانات حصري، انا متفق معاه كل القنوات. خد دي، انا نعيم الحلاق. والان اقدم لكم ملكه الترامادول،
سيدة المعس الأولى، تقدم لكم الآن برنامج أسرار الجمال والبجاحة مع الست أم حاحة. اتفضلي. سيداتي آنساتي، ازيك يا اختي انت وهي؟ من قناة حاحة الفضائية برحب بيكوا جدا جدا، وهقدم لكم الحلقة هي التالتة ولا الرابعة؟ الرابعة باين، من الصحة والشباب والجمال، وعايزاكوا تركزوا قوي 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 معايا في حتة الجمال. بصوا عليا كده هتلاقوا الجمال كله والحسن كله. هي الغرة فين؟ ولا انا ولا هي اتقلبت؟ الغرة فين؟ انا اسف ان انا قدمت لكم الحلقة القذرة دي، نتقابل في حلقة تانية ان شاء الله. يلا يا عم قول الاعلان بتاعك وخلصنا. يلا. انت اسمك ايه؟ بدوي. بدوي الجزار. يلا الاعلان. لحمة بدوي دي لحمة بقري وكندوز وضاني، احنا ملوك اللحمة متربيين على الغالي، بفتك ومشوي لحمة وكمان حواوشي لحمة، بفتك ومحشي لحمة وكمان حواوشي لحمة. لحمة بدوي دي لحمة. لحمة بدوي، لحمة كلاب. أنا نعيم الحلاق. حلاق حلاق. نعيم الحلاق. حلاق حلاق. إيه ده إيه ده؟ إيه اللي جابك هنا؟ يلا هات من هنا. والآن مع إحدى حلقات الشوك توز السريعة كده مع ست مرتاحة. ست مرتاحة، إيه رأيك في اللي بيحصل في البلد؟ البلد حالها زفت والحمد لله. البلد جميلة وعسل وسكر كده. إيه ده اللي جميلة وعسل وسكر؟ يا وليه بصي للحارة وانت تعرفي. لا انا بصة قدامي وشايفة حاجات كده ما تتشافش. ده الناس بتقطع بعض عشان الجنيه مرتاح. لا مش واخدش بالك، دول عاملين مسابقة مين ياخد الجنيه الاول. مسابقة ايه ده بالسنج والمطاوي؟ ايوة بس في برضو طبنجة في جنبهم. جت ايه يا وليه خرفانة؟ جريها سحاحة، انا موريش شغلانة غيرك ولا ايه؟ انا سعادة الباشا. تحت امرك. تحت امري؟ انت يجي من وراك خير؟ انت فتح لي قناه فضائيه بدون ترخيص وكمان بتهاجمني الحكومه. لا انا هاجم الحكومه؟ لا لا يا اما، لا يا مرتاحه، الحكومه دي فوق راسي من فوق. احنا اللي شعب مش عارف يتحكم يا باشا، احنا اللي نمرضى، انما الحكومه دي هنا. اقول لك على حاجه يا باشا، الحكومه هي اللي جايبه لنا البيجامات دي. يلا حاح على الاسم. يلا يلا حاح. تعالى حاحة. يلا بينا. تعالى حاحة. باي باي يا حاحة، باي باي. والآن مع فيلم السهرة ليلة القبض على حاحة. إيها. أنا مش مصدق نفسي، الواد سماح عبد الكلب ينجح واخد البكالوريوس. ومش بس كده، جاتشيلي الأولاني على كل أصحابه وصحباته. أنا بقول يا حاحة اديلك فلوس عشان لما يرجع يلاقينا يعني إيه جايبين له حاجة ومحتفلين بيه. ودي تفوتني برضه ياما، أنا من 15 يوم جايب له علبتين كشري بالتقلية موجودين في الدولاب بتاعه، هيجي يتبسط بيهم قوي. طول عمرك فايز. الناجح يرفع إيده. يا ابني في عيدنا وعيده. أنا نجحت أنا نجحت. ألف مبروك يا ابني. ربنا يخليك ليا يا بابا يا حبيبي. يلا يا مصباح روح اعلي الكاسة ترقص لنا شوية. لا استني أقول لكم على مفاجأة حلوة الأول كده بمناسبة النجاح. في حفلة التخرج عندي الجامعة ادتني هدية، هنروح فندق نقضي يوم جميل كده عيلة مع بعض. دي يوز يعني. وإيه الفيوز ده يا حبيبي؟ فيوز إيه يا ماما يا حبيبتي؟ دي يوز يعني نروح نبلبط وننزل المية. يلا يا بنتي. ايه رايكم في القعده الحلوه دي؟ والله ناقصنا الفسيخ وشم النسيم. انا لو منكم ادعي لاخوكم سماحه، من غيره ما كناش هنتمتع المتعه دي. شمس وهوا وميه، يلا اللي عايز ينزل ميه. يا بابا ميه ايه يا بابا؟ هي فين الميه؟ صحيح مش مهم، اصل هم تلاقيهم ما دفعوش الفاتوره او الادوار العليا بتسحب الميه دايما، خد بالك. تخيل ان انت في ميه وعايب.
حاضر يا بابا هتخيل. حاضر. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك المدام. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي المدام والولاد؟ بخير. اخت المدام بتزوركم؟ اه الحمد لله. هو ابن خالتك مالك في ايه؟ اهدي شويه استاذ. حضرتك ممنوع حضرتك هنا على البسين. ممنوع؟ احنا بنعمل حاجه غلط ولا ايه؟ لا يا فندم، ممنوع الاكل هنا على البسين حضرتك. ليه ممنوع الاكل ده؟ محشي. انا هاكل محشي مخدرات؟ ده محشي عادي. لا ما انا عارف يا فندم محشي. اه بس لو حضرتك حابب تتغدى يعني في اوبن موفيه جوه في المطعم يا فندم. ايه اوبن موفيه ده؟ انت فاتح للشهيه؟ واحنا ناقصين، مشايتنا مفتوحه بسم الله ما شاء الله. والنبي مد ايدك معانا، خد صباعك. متشكر جدا يا فندم، ربنا يخليك. الله يخليك. حضرتك لو حابب تتغدى في اوبن موفيه جوه في المطعم، اتفضل حضرتك. يعني ايه اوبن موفيه دي؟ واحنا جايين عشان نقعد في المطاعم؟ ما تقول له حاجه، احنا جايين عشان نبلبط في الميه. يا رب يا رب اتكعب الفعريس يفليني بالنهار ويونس وحدتي بالليل. مبروك مقدما يا فندم. الله يبارك فيك، بقى اتفضل في الفرح. بس معلش يا فندم، في رولز لازم تطبع في الفندق. في رولز؟ ما هو رولز مالي المحشي اهو، المحشي مليان رولز. في رولز بلدي ورولز بسمتي. انت حاشيه رولز ايه؟ رز ام بهيه. أم بهية ده غالي، ما الرولز غالي اللي يمني، ومع ذلك عشيين عادي مش عارف. ست انت من هنا؟ بابا هو انا ينفع انزل اقوم في البسين الفاضي ده معايا عوامة؟ لا قومي بس هجيبها اهو. اهو اخوك اهو، احلى عوامة. النوع ده من عوامات الكاوتش، انقرض من زمان، تقدري تقومي بيه. وانت مش هتنزلي المية؟ ايوه. انا عايز انزل اعوم عوم كلابي. عم كلابي؟ طب يلا انزلي، بس نطي كده بحيث تنزلي بدماغك على طول في الميه. اوكي؟ وانت مش عايز حاجه يا حبيبي؟ انا عايزكم تمشوا من هنا. اه يا ابن الكلب. لا كده كتير يا سماحة يا ابني. 4000 جنيه استخدام طلبات اكسترا، و 3000 جنيه جيم وبخار، و 8000 جنيه مشتريات من البوتيكات، يبقى المبلغ زيادة 15000 جنيه، وانت راجل بتاع فنادق وبتاع سياحة. والله العظيم يا باشا هما ما كانوا يقصدوا، ليهم كانوا فاكرين ان ده تبع الجايزة بتاعة الجامعة اللي أنا خدتها ولا حاجة. أنا كصاحب أوتيل ما أقدرش أتنازل على المبلغ ده. بص يا باشا، ان سعادتك تشوفه، بس والله احنا ما معانا ربع المبلغ ده حتى. سامحني ما عنديش الا حل واحد. Thank you.
يا قوم يا قوم، لقد وجدتها. حاحا جود تالنت. شوكاتجا متشلبتش لحاحا شكري رقم 8 في الحارة. أنا لمواهبي الحارتي أنشر النور. حلو التشكيل ده. كوميدي، رقص، تيراجدي، غناء، شعر. شعر ودقن، على أساس إحنا في محل أحلاق. شعر، شعر. شعر، موسيقى. رسم دخول المسابقاتي 5 جنيهاتي. برافو، تشكيلك عجبني قوي. افتح الباب للزبائن. حاضر. يلا حبايبي بتجو ورايا وحازي. يلا ما اسمعش نفس حد. اسمك ايه؟ اسمي يا باشا اسلام عبد المنعم. تقدم ايه؟ اقدم شعر. ايوه. ودجل. دجل ونسر. ونسر تقريبا. طب ايه بالخمسة جنيه وطير من هنا. اسمك؟ عواطف كرم ابو المكارم. دي بنت ام كوثر؟ ايوه، بتاعت الخضره اللي في اول الشارع. يا اهلا وسهلا. هتقدمي ايه؟ هقدم تراجيدي. هي ناقصه نكد. ايه بالخمسة جنيه؟ شوف البت جايباهم فكه. بتوع الخضار بتوع امها. هاتش بتش عبيتش. سلمي على امك يا بتش، خليت حشلي كرومبايه. اسمك ايه؟ خمسه ابو سليم يا باشا. ابن ابو سليم. اه بيحبك قوي على فكره ابويا والله. والله؟ اه والله. بتاع عصير القصب. اه لسه بيعمل عصير لغايه دلوقتي. اه حبيبي، هتقدم ايه؟ انا ان شاء الله اعمل فكاهه وكوميدي ونكت وتربات تتت حاجات كده يعني. حلو قوي. اب بالخمسه. انا يا حاضر. حبيب قلبي. اسمك ايه؟ فاتن عوض. انت بنت علي عوض بتاع الحنطور؟ بتاع العربيات. ايوه انا عارفه بتاع الحنطور، بس هو بيقول لكم كده. هتقدمي ايه؟ ايه رقصه بليح. بليح؟ طب هاتي 5 جنيه. قولي لي بقى، كل الفلوس عملناها كام لغايه دلوقتي؟ حوالي 4000 الى 95 قرش. هو ايه ده؟ هي الحاره دي كلها مواهب ولا ايه؟ طبعا، ده لسه في تشابورين تحت، تشابور اطفال وتشابور شيوخ ومسنين. لا كفايه كده قوي، انا مش هقدر اسمع كل دول. حرام عليك ليه؟ رزق وجنه، دي سبوبه حلوه. سبوبه ايه؟ هو محل كشري ده فن. طب بمناسبه الكشري اجي اخلك الكماله. اصل انا اصل صح صح. وليه تافهه؟ ما تزعلش مني يا معلم، انا برضه عايز اشوف مستقبلي. انا راح اغير وراح اقدم عند المعلم حاح. استقبلك زي وشك ان شاء الله. شفت حاح عامل ايه؟ سرق الزباين كلها، حتى بناجيلي الصبي بتاعي. يا عبان يا شعبان يا فراشي، اتشيوكني انا هالة الجميلة، تشيوكني في الجنينة لتجحب مع هذه الطيعينة. بتشاور عليا، بتشاور عليا. اسمعي، اغيب على وجهي. ايه ده؟ اغيب على وجهي. انت ملعون ملعون ملعون. ابو ام ملعون الشباب. يا ابو الهو. اسمك بعيد. رضا محمود، دبلون زراعة. دبلون زراعة، اتفضل. البت سعاد بتكاكي. سعاد بتكاكي. عايزة لها عريس ببواكي، خطابها كتير ويوماتي تسهر بياليل ولولاك. قال عايزه ذهب ومواسم وحرير وركوبه ملاكي، فستان لخطوبه غير الدخله والزفه بفرقه كيداكي. قال يعني مفيش في الحته غيرها اسم الله في التورته، بقى يعني عشان ليكي ضفاير وعيونك زي القطه، ده حارتكوا فيها عرايس أمارات خارج يجوا ستة، طلباتك طلبات فارغة، لا الهنا بالزفة آخر موضة ولا نقطة تجيب الساكتة. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. إيه بيشتغل بابا؟ إيه بيشتغل يا حبيبي؟ انسى
انزل يا حبيبي. طب وانت سكت له ليه؟ اعمل له ايه بس؟ يعني ايه تعمل ايه؟ اشتكيه يا اخي اشتكيه. اشتكيه اقول لهم ايه؟ قول لهم ده واد نصاب عامل برامج مسابقات وياخد فلوس من الناس وينصب عليهم. بس انا ما اقدرش اسيب القهوه لوحدي. اسمع انا اعمل لك الحكايه دي. ماشي تشك خير. اديك في ايدك. يا عم هات فلوس يا عم عشان ولا اروح اجيب لك الاسم وتجي لك هنا بالظبط يشوف الحشيش ويشوف. لا 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 حبيبي. طيب احسن خد خد اركب مواصلات. مواصلات ايه؟ انا هركب مواصلات. عايز تاكسي العاصمه. انا جايب لك المره دي بلاغ عن حاحة انما جامد قوي. عمل ايه تاني يا بدوي؟ يا باشا عامل برنامج مسميه حاحة جون فوت. حاحة جون فوت مين يعني؟ فلت. فلت من مين؟ اسمه كده عامل برنامج كده اسمه مسميه حاحة جون فلت. حاحة جون تالنت يا بدوي. كمل. كمل. ايوه يا باشا. انا نفسي اروح امريكا ارقص على الصمبا وسيكا واروح اسقط ادرام على الصمبا وعلى المزيكا. من اهل الحته فلوس وفلوس ياما ومعهوش لا تصريح ولا اذن من النيابه. انا مش عارف اعمل ايه مع حاحه ده. اسجنه يا باشا. اسجنه ايه؟ انا فكرت اقدم استقالتي واكتب مذكراتي كمان. وهتسميها ايه ان شاء الله؟ هسميها مذكرات ضابط موليس مع حاحه وبدوي. انا اركب انا طياره واطير واضرب بالحاره. Oh,
الحقيقه انا بحييكم، انتوا نورتوا حاحا جود تالنت، وبصراحه يعني اسمحوا لي اقول على كل حد الملحوظات اللي عندي. بالنسبه للثلاثه الشباب هايلين، بس تقريبا الوان البدل ما عجبتنيش. ده اقل حاجه عندنا يا ريس. ربنا يخليك. الشعر بتاعك انت شعر اقرع اقرع، ما فيهوش معاني، ما فيهوش شعر يعني. ده شعر جاهلي. معلش جاهلي مش جاهلي، احنا بنقول الحق دايما. المدام اللي مثلت انت هزقتينا كلنا. يعني وانت بتمثلي هزقتينا. قلت عليا ملعون، وقلت على مراتي سفله، مش قالت سفله؟ وقلعينا وقلعونا. وقلعينا وقلعونا ده ما يتقالش في الشغل. عشان كده انا هقل النتيجه بمنتهى الحياديه. لان انا معروف عني الحق في الحاره كلها. ايوه. ان شاء الله الفائزه بالمركز الاول في مسابقه حاحا جود تالنت هي امي الانسه زكي.